كل سنة وأنتم طيبين، لن نمنحكم هذا العيد حلوة، ستكون بإذن الله تعالى داليا البحير هي الحلوة. حلوة التقديم، ربنا يخليك. كل سنة وأنتم طيبة. وانت طيب، ربنا يخليك. شايف التوب السوداني والحنة لا وكمان حاطة ريحة سوداني، وحاطة يعني وعاملة حنة، كله سوداني يعني الليلة السودانية كاملة الدسم. بالظبط. طيب سعداء انه نكون في سهرة عيدية مع الممثلة المصرية داليا البحيري. داليا البحيري غني عن التعريف، ولكن دعونا نذهب لتقرير مفصل ثم نعود على طاولة الحوار. شاهدنا التقرير، يعني مسيرة ممتدة ومشوار فني حافل. الحمد لله. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن مشوار داليا البحيري ونحاول نجيب في بعض المحطات، نتكلم عن اللوك يعني اللي انت ظهرت بيه، وممكن يكون حتى احنا بنسجل ممكن تكون الصور حتملى السوشيال ميديا والناس هتشوفك بالتوب السوداني وبالحنه السودانيه. شرف يعني ليا والله ان انا البس التوب السوداني، حاسه بفخر واعزاز ان انا لابسه التوب السوداني. اولا عايزه اشكر الناس اللي مسؤوله عن اللوك بتاعتي النهارده، الستايلست والديزاينر اشتياق السودانيه، اشتياق خليل او شوق. ميرسي قوي يا شوق، ميرسي على التوب الجميل ده. وعايزه اشكر كمان الميك اب ارتست الجميله هبه يسري عن اللوك الميك اب الجميل، بجد تعبتكم معايا جدا جدا. وعايزه اشكر كل الشباب اللي كانوا معايا النهارده طول الوقت بيساعدوني وبيفرجوني البلد، وحريصين ان هم يعملوا كل حاجه عشان انا ابقى مبسوطه، وعلى راسهم طبعا حضرتك يا استاذ هيثم. تسلم بجد والله تسلم. ان انت وضبت كل ده من اوله لاخره يعني، فانا بشكركم وسعيده ان انا موجوده هنا في العيد، يعني اطل على حبايبي السودانيين اللي هم يعني اهلي في اول ايام العيد ده، شرف كبير ليا. طيب خلينا نتكلم في انه يعني الدلاله والمغزى، انت كنت مصره لما تكلمنا انه لا انا خليني هيثم اسجل بتوب سوداني. ايوه انا تفاعلت مع الفكره يعني، ولما احنا تكلمنا عنها، لكن اكيد انت في مسج عاوزه توصليها، في رساله يعني الدلاله شنو وتفكيرك غادي كده؟ هل هو بس نوع من التنويع مثلا؟ لا انا هقول لك، الدراميين بيحبوا التنويع، هل نوع من التنويع ولا عندها ابعاد ثانيه المزال دي؟ انا هقول لك، انا عامة بحب اللبس الأفنك أو الحاجات اللي ليها خصوصية جدا وليها علاقة بالبلد اللي أنا رايحاها وأنا فيها. بس لما أنت قلت لي عايزين نصور بفوتو سيشن بتوب بالتوب سوداني، أنا حبيت إن أنا لا أطل على السودانيين كواحدة منهم لابسة التوب السوداني، لأن أنا فعلا اتربيت هنا وعشت هنا 3 سنين من عمري وأنا صغيرة. وليها طبعا معنى مهم جدا، ان مصر والسودان بلد واحده، السودان هو الامتداد الطبيعي لمصر، ومصر هي الامتداد الطبيعي للسودان. وطول عمرنا بندرس في التاريخ ان مصر والسودان كانوا بلد واحده يعني، وما زالوا على فكره بلد واحده يعني. انا لما بروح اسوان، ولسه كنت هناك في مهرجان المرأة، كنت في لجنة تحكيم مهرجان أسوان للمرأة، لما رحت هناك حسيت أن أنا في السودان، ولما جيت هنا الخرطوم حسيت أن أنا في النوبة. يعني إحنا كل حاجة عندنا قريبة جدا جدا من بعض، وفينا عادات وتقاليد قريبة قوي من أهل النوبة والسودان، فإحنا بلد واحدة. طيب انا في بعض يعني الدائره المشاهد يشاركنا في بعض التفاصيل في الاعداد والترتيب للحوار وكده، يعني دائما انا لاحظت ان انت كنت شغوفه بلازم تلقي البيت اللي انت تربيتي فيه في السودان وعشتي فيه يعني وكده، هل المساله دي شغف بالطفوله ولا دلالات المكان، ولا المزالة دي يعني انا حسيت بانه انت لهفتك عليه انه لازم، انه مع انه هو عباره عن معمار يعني، وممكن يكون مرت عليه سنين طويله
هل استدعاء لذكريات؟ هل المسألة دي ذات بعدي نفسي؟ هل هي لحظة بتاعت انه الواحد بيرجع بذاكرته؟ يعني التفاصيل شنو؟ وتعبتني في المسألة دي كثير، يعني مرة بترسي لي خريطة في جوجل، لا هنا في غير في المكان، لا يعني في المكان، المكان وين المعلومات كانت شحيحة عشان احنا نقدر يعني نعرف المكان وين ونصله كيف. الشغف ده سببه شنو؟ اولا انا يعني سبب ان انا عشت هنا في السودان هقولها بقى من 40 سنه تقريبا شباب انت لسه. كان والدي الله يرحمه، هو توفى من سنه الله يرحمه، حبيبي، هو كان مدير اقليمي لمصر طيران في السودان في الخرطوم، واحنا كنا عايشين هنا انا ووالدي واخواتي ومامتي طبعا ربنا يديها الصحه. وبعدين احنا انتقلنا للشقه دي، احنا الاول كنا قاعدين في فيلا، ومامتي كانت حابه انها تنقل في شقه، يعني احنا متعودين في مصر بنقعد اكتر في شقق يعني، فهي نقلنا للشقه. وعشت طفولتي هناك، يعني انا عشت سنه رابعه وخمسه وسته ابتدائي كنت في السودان، ف دي طفولتي، فعايزه اشوف البيت اللي انا اتربيت فيه، الفراندا اللي احنا اللي انتوا شفتوها معانا او يمكن الناس لسه هتشوفها في التقرير، الفراندا دي والسلم والمكان الحوش اللي كنا بنلعب فيه جله واحنا صغيرين. كنت طبعا بسيب اختي بتقرا الروايات فوق وانا بنزل العب جله مع الولاد. يعني انا كنت توم بوي شويه. فكل التفاصيل الصغيره دي طبعا عايزه اروح اشوف المكان اللي اتربيت فيه. والمفاجاه ان انا قلت ممكن يكون العماره اتهدت مثلا وطلع مكانها حاجه تانية، لكن الساحه نفسها ممكن تكون بنت فيها بالظبط. يعني كنا بنتكلم في ان كان يعني في ساحه قدام اللي انا فاكراها يعني عن البيت، يعني انت الحاجات اللي وصفتي بيها البيت. ايوه احنا لما مشينا لقيناها كلها في حتتها. انا حاولت انا واخواتي ان احنا ندور على البيت على جوجل مابس قبل ما اجي، عشان لما اجي ما يبقاش الموضوع متعب. فاحنا شكينا في مكانين وشرحوا لي ان انا هعدي الكوبري بتاع الشمبات وبعدين هنخش شمال، ويعني شرحوا لي. طبعا انا مش فاكره حاجه خالص غير شكل العماره والساحه اللي قدام العماره، وكان في فرن جنب البيت. فانا خلاص وصلت عند المكان لقيت مش هو خالص، وقلت لا ده في ساحه والمكان ده ما فيهوش ساحه، نجرب اللوكيشن التاني اللي ايه دورنا عليه. مشينا ما فيش بالعربيه ما فيش يعني 100 متر وانا خلاص ما ببصش، يعني انا ماشيه على اللوكيشن. طيب. لقيت نيفين صاحبتي بتقول لي داليا هي دي العماره، لان انا كنت قايله لها عماره ثلاث طوابق. طيب. فببص كده وهي قدام ساحه فعلا، ببص وكانت المفاجاه ان هي فعلا العماره. عايزه اقول لك ان كل حاجه زي ما هي، حتى الحديد الفرفورجي اللي على الباب واللي على السور واللي على الفراندا هو ما اتغيرش. انا فاكره كويس قوي انه هما العماره كانت ثلاث ادوار، الدور الارضي كان بتاع صحاب البيت اللي هما اصدقائنا جدا مصريين سودانيين، انكل منير رخا الله يرحمه وزوجته طنط زوزو برضو اتوفت، وكان عندهم اماني، هما دكاتره ما شاء الله دلوقتي، دكتوره اماني ودكتور سعيد، وهما كانوا ساكنين في الدور الأرضي وإحنا في الدور الأول. وفي الدور اللي فوقينا كان فيه متهيألي مهندس أو راجل أمريكاني، وفاكرة كان عنده عربية كده جيب بيضة، ويعني فاكرة تفاصيل كده صغيرة بس فاكراها يعني. بس فلما لقيت البيت الباب زي ما هو، كل حاجة زي ما هي، اتصورت طبعا قدام البيت وبعت لأختي وإخواتي، اتبسطوا جدا جدا، يعني كان في حالة نوستالجيا يعني حنين للماضي طبعا. طب خلينا احنا ننقل معنا المشاهدين للحنين للماضي. أوكي. نشوف الزيارة لمنزل الطفولة وبواكير الصبا مع داليا البحيري ونرجع نعلم. موجودة هنا قدام البيت اللي أنا تربيت فيه، هو الدور الأول ده،
انا فاكراه كويس قوي، وكان فوقينا راجل امريكاني اسمه مستر جون، وكان عنده عربيه بيضه جيب كده، وتحت كان صحاب البيت اهل البيت وكاهلنا برضو، طنط زوزو وانكل منيره الله يرحمهم، واولادهم سعيد واماني ربنا يديهم الصحه. وانا فاكره كل حاجه زي ما هي، يعني انا فاكره الديزاين ده في دماغي من وانا صغيره بلعب، لان هو نفس اللي موجود على السور. فوانت بتلعب كده وانت صغير بتفتكر تفاصيل صغيره يمكن، اما بتشوفها بقى بتفتكرها اكتر. احنا تعبنا جدا على ما نلاقي اللوكيشن هنا، دورنا عليه في مصر كتير، ان هو كان قدامه ساحه فاضيه بيلعبوا فيها كوره، وكان جنبه فرن. انا ما كنتش عارفه رقم البيت بالظبط ايه، لكن عرفته. انا ما عرفتوش الحقيقه بنفسي، صاحبتي نيفين واحنا ماشيين قالت لي لا في بيت هنا 3 ادوار وقدامه ساحه يمكن هو ده، ولما لفينا لقيناه فعلا هو البيت. فانا بشكر نيفو قوي، ما اعرفش لو ما كانتش معايا احتمال ما كناش نلاقي البيت. انا سعيده جدا جدا ان انا موجوده هنا النهارده، ومبسوطه، وحوري اختي واخواتي البيت اكيد هيتبسطوا. يا سلام، يعني المشاهد بتحكي عن نفسها. كانت لحظات جميلة قوي بصراحة، وأنا واقفة وإن أنا لقيت البيت في حد ذاته ده كان مفاجأة. متهيألي أنت كمان اتفاجأت. طبعا أنا ما كنت متخيل، أنت كنت أنا كنت يائس يعني، لأنه ما في معلومات يعني دقيقة كده، كفاية صح، يعني حاسس بأنه المسألة دي يعني أنت من الصعب أنه معلومات معقولة الشريحة يعني دي هنلاقي البيت. يعني وحتى كنت بتحاول تكلم ايجيبت اير بالضبط عشان يشوفوا بقى العناوين العناوين اللي كانوا فيها، بس يعني الحمد لله لقينا البيت، وكانت صدفة جميلة انا جدا. ملاحظتي برضو لو سمحت لي، انه دائما ابناء الموظفين اذا كانوا في قطاع حكومي او في القطاع الخاص هم بحكم يعني مهن يعني ابهاتهم بيتنقلوا في دول وفي مدن مختلفة، ودي قاعدة تخلي دائما انه هم ما عندهم الحنين لمكان، لانهم بيكونوا مشتتين ما بين امكنة مختلفة، وما بيكون عندهم نوع من الارتباط بيكون بمكان اكثر، لانه بيعرفوا مجتمعات مختلفه، 3 سنة هنا، 2 سنين هنا، 4 سنة هنا، بيختلف يعني بيتعرف على مجتمعات مختلفه. فكنت برضو مندهش من مساله ارتباطك انت بالسودان، ارتباطك انت بالمكان، بحثك عن المكان، فشويه شعرت بانه المساله يعني المعادله مختله، دي ما المعادله الطبيعيه. لا والله انا هختلف معاك يا هيثم في الموضوع ده، لانه انا فعلا مثلا عشت شويه في زمان وانا صغيره قبل السودان، عشت في ليبيا، وطبعا دي انا مش فاكره قوي حاجه هناك لان كنت صغيره قوي، وبعدين جيت هنا عشت في السودان، وبعدين رحنا سويسرا، كنا عايشين في زيورخ في سويسرا، وانتقلنا بعد كده لنيروبي كينيا، وانتقلنا للكويت، يعني احنا لفينا بلاد كتيره قوي مع بابا بحكم عمله. لكن لا، انا فاكره ومرتبطه بالسودان جدا جدا، لان اهل السودان ناس، السودان ناس طيبه قوي، طيبين شديد شديد يعني باللهجه بتاعتهم. أيوة اللهجه السودانيه بجد، وبيأثروا فيك، لان انت بيفرق معاك المكان اللي انت بتعيش فيه، بيرتبط معاك بالجو بالريحه. يعني انا فاكره ان انا كنت باخد درس عند مدرسه بتدرس في المدرسة، وكانت بتديني، أنا مش فاكرة تخيل المادة اللي كنت باخد فيها الدرس إيه، بس أنا فاكرة ريحة الدرس. يا سلام، والله العظيم يعني الدرس كان مرتبط عندي بريحة المكان وريحة المدرسة، غالبا العطر السوداني يعني. يعني الذاكرة ما بترتبطش بس بمكان أو بحدث أو بأشخاص، لا، هو حواسك كلها بتشترك في ده يعني، فاهم قصدي؟ يعني انا حتى لما روحت المدرسه انا فاكره لقطات، مش هقدر اقول لك انا كنت فاكره انا في فصل ايه ولا مين انت درستي في المدرسه. سيستر سكول؟ لا، درست في سيستر سكول، ودرست في حاجه قبل سيستر سكول، انا واختي كنا في سيستر سكول، وغالبا دي كانت اخر سنه ليا، بس انا في سنه رابعه وخمسه ابتدائي كنت في مدرسه تانية مش فاكره كان اسمها. انت درستي 3 سنوات في السودان؟ 3 سنوات، رابعه وخمسه وسته ابتدائي. ايوه. انا بالنسبه لي
متهيألي سبب ارتباطي قوي بالسودان هي أهل السودان، المحبة، الطيبة الروح، والحنية بتاعتهم، السلاسة. مرات يعني في ناس ممكن يشعروا انه والله الكلام ده بيتقال من باب المجاملة العامة، والله أنا مش محتاجة يعني كل أجامل، ما يعني كل ما لا شخص بس دي يسافر حاجة يعني معروفة، عموما كده يقوم يسافر بلد لا كله بس دي بيقوم حاجة بحاول معروفة انه عن أهل السودان، يعني أنا مش محتاجة أجامل، دي على اجماع لا يعني. دي عليها إجماع، أنا مش محتاجة أجامل في حاجة زي دي خالص يعني. طب برضو المشاهد بتاعت المدرسة كانت مؤثرة، يعني انا كنت معاك في زيارتك للمدرسه، وبرضو الشغف اللي انا حسيته في عيوني كنت ده لما دخلتي ولما فتحوا باب المدرسه وجولتك في المدرسه ويعني كده، بعدين زي اللي انت رجعتي كده ويعني للعمر نفسه، يعني تخيلي انه انت تخلصتي من كثير من السنوات ومن الهموم ومن المشوار ومن الحياه ومن التجربه ورجعتي للعمر اللي انت عشتيه في المدرسه. طبعا اولا انا سعيده جدا ان المدرسه زي ما هي، يعني تقريبا ما اتغيرتش خالص، يمكن في شويه حاجات بره المدرسه اتغيرت زي معالم بره، ان كان في كوبري مكنمر الجسر، جسر ايوه ده بنوه جديد قدام، فعلا. هو كان في الاول في شجر اكتر، وفي يعني معالم خارج المدرسه اتغيرت، لكن المدرسه الباب بتاعها زي ما هو، المدخل، الوان البيبان، الحيطان، كل حاجه زي ما هي ما اتغيرتش. عاده الناس بتبقى متخيله ان هيبقى في تغيير، والتغيير ساعات بيبقى مبهر ومودرن وتغير للناس تعتقد انه الاحلى، بس انا بكتئب لما بلاقي حاجه انا اتعودت عليها وانا صغيره واتغيرت قوي. انا كنت قد ايه سعيده ان المدرسه محتفظه بنفس الشكل بتاعها من 40 سنة. دي مش ممكن تكون فيها أنانية زايدة؟ لا خالص، يعني انت عايزة سنوات سنينك اللي عشتيها تلقاها زي ما هي، لكن تطور الحياة مفترض المدرسة يكون حصل فيها تغيير لا بس وتكون هي مواكبة مثلا ربما الأجيال الجديدة لا أو ده غيره. في أصالة، ده في انت أصالة شعرة بيه. وعراقة، لأن طالما أهم حاجة إن المدرسة نظيفة بتقدم تعليم كويس، دايما المدارس طبعا والمكان بيتم دهنه ميزاتها من تاني المدارس عندها مدهون تاريخ، كويس والمدارس اللي وكل عندها حاجة. أنا يعني أنا ما قلتش إن هو اتبهدل، هو المفروض هما كويس إن هما محافظين عليه بنفس الشكل، بس عدى محافظة على 40 الأصالة بالظبط. والعراغ يعني بالعكس دي والتاريخ حاجة، موجود. دي حاجة عظيمة، يعني إحنا عندنا برضو بعض المدارس في القاهرة كده محافظين على نفس شكلها، وفي مدارس لا بيغيروها من جوه ويقلبوا شكلها، أنا بحس إن ده مش حاجة بتفقد هويتها بالظبط كده. بتكون فبالعكس أنا سعيدة إن هي لسه محتفظة بالهوية ومحتفظة بالشكل القديم، محتفظة أصل البنايات القديمة دي صعبة قوي تعوضها دلوقتي، حقيقي. وفي بنايات كتيرة هنا وفي القاهرة وفي حتت مختلفة في مصر وعند السد العالي مثلا، بيوت كانت معمولة أيام الإنجليز، فالحاجات دي هتلاقيها معمولة بتقنية عالية بشكل معين، برضو ده تاريخ، فاهم قصدي ايه؟ فحرام ده يتهد ويتبني مكانه حاجة. طب خلينا نرجع للتاريخ، نشوف يلا التاريخ ارجع ونشوف التاريخ. زيارة داليا البحيري يلا اللي مدرستها بعد سنوات طويلة. مش مصدقة ان انا هنا والله، يعني مش مصدقة. استرجعت الذكريات كده؟ يعني بص، هي طبعا انا كنت صغيرة قوي فكانت ذكريات بسيطة، بس اغلب ذكرياتي كانت مرتبطة بالمدخل بتاع المدرسة والبوك شوب والسيسترز، شكلهم بلبسهم باليونيفورم بتاعنا بالمدخل، لانه هو ده اللي كنت بدخل منه كل يوم وغالبا اللي بنروح منه، وكان بيبقى فيه دايما الستات اللي بيبيعوا بره بقى الجونجوليز والنبق والدقة، وده كان بيبقى الوقت اللي بنستنى اهلنا يجوا ياخدونا، فبيبقى كل المدرسة متجمعة. يعني جوه المدرسة تقريبا زي ما هي، مفيش حاجة اتغيرت قوي، هي اللي اتغير بره المدخل ما كانش فيه الجسر كوبري. الكوبري. شوفي انا بكلمك سوداني وانت تكلميني مصري طبعا على بعض. ما كانش فيه الجسر اللي بره ده، كان اللي فاكره ان كان فيه شجر كتير قدام المدرسة وكان فيه ساحة، ما كانش فيه
ما كانش فيه الكوبري يعني. الواحد لما بيلاقي مثلا حتة هو كان عارفها واتغيرت قوي بيعرفها بيتضايق وبيزعل، حتى لو كان التغيير للأفضل الواحد بيحس انه لا ده ده حتة من ذكرياتي ما تغيروهاش. فأنا سعيدة انه هو المدرسة لسه يعني محتفظة بيمكن 90% من شكلها القديم يعني. أجمل سنوات العمر يعني عادت من جديد. طبعا رجعت للذاكره، مش كلها بس شويه منها. طيب خلينا يعني بعد ما تكلمنا شويه عن ارتباطك بالسودان، طفوله، تكلمنا عن مراحل دراسيه في السودان، ندخل شويه في تجربه ومشوار داليا البحيري من الاعلام للفن. يعني الانتقال كامل، ما في مزاوجة يعني، مش انت من الفضائية المصرية مثلا من للدراما وثاني مثلا رجعتي او جمعتي بين الاثنين. انا ملاحظ انه انت من اول ما رأفت الميه يعني ربنا يرحمه طلب منك انت تشاركي في عشان ربنا يحبك، انت انتقلتي انتقال كامل. كان ربنا بيحبك بالانتقال ده من الاعلام للفنون؟ بص، مما لا شك فيه ان ربنا بيحبني، ده اكيد، وده باين طول الوقت من حب الناس اللي شفته هنا مثلا. وانا كنت دايما بسأل ربنا او بتساءل مع نفسي يعني، هو ربنا بيحبني يعني؟ وعد عليا مواقف في حياتي وقلت لا، هو ربنا بيبعت لي رسائل، الحمد لله ان هو بيحبني. مش هدخل في الحتة دي دلوقتي. انت ضعيفة في الهزات النفسية مثلا؟ لا مش ضعيفة الحمد لله، يعني ببقى قوية بالإيمان بربنا سبحانه وتعالى، وأنا متأكدة أن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا. القوة بتاعتك تكوين ولا تجارب حياة؟ تكوين أصلا يعني تكوينك النفسي؟ لا، ما فيش حد بيبقى تكوينه النفسي كده. ولا تجارب الحياة أكسبتك مناعة؟ بالظبط كده، مش مناعة، ما حدش كل نفس بشرية مهما كانت قوية وقوية الإيمان وعندها رضا بيجي ساعات امتحانات ممكن تهزك، فاهم قصدي، ممكن تضعفك، بس بترجع تقول لا يعني أنا ربنا ما بيعملش. دايما تسمع حاجة أو تقرأ حاجة فتفتكر إن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا، ربنا ما بيعملش حاجة حتى لو في الظاهر هي ممكن تبقى متعبة ليك أو مؤذية أو ممكن في الظاهر مش خير، بس هي وراها خير، ولو مش هيبان دلوقتي هيبان قدام، هيبان بعد كده. دايما روشيتة العلاج بتاعتك شنو يعني؟ لما تكون في انت تكوني في هزة، تكوني في حالة ممكن ترتغي لمستوى الاكتئاب، لمستوى الغيره، شنو روشيتة اللي انت بتاخديها دايما؟ ببص حواليا، بشوف الناس اللي أقل حظا وأقول الحمد لله. بتتعظي من اللي حولك؟ بقول الحمد لله ان انا في سقف فوق راسي، بنتي كويسة، صحتها كويسة، في اكل على الترابيزة، مش محتاجين حاجة الحمد لله، بحمد ربنا. ممكن يحصل لنا مواقف، اقعد شوية ما اشتغلش، افقد حد عزيز عليا، بس برجع اقول الحمد لله وان دي سنة الحياة وان ربنا دايما بيعمل كل حاجة لسبب، والسبب في الآخر بيبقى خير، عمر ما ربنا هيبقى عايز لنا حاجة وحشة أبدا. وأنا لاحظت أن أنت دايما ما بتميلي تتكلمي في المحطات الحزينة يعني عموما حتى في الحوارات. لا، ما عنديش مانع أتكلم فيها خالص، دي خلاص كونت شخصيتي، ده جزء من رحلتي، جزء من تكوين داليا، جزء مني، فلا يعني عايز بتكلم فيها دلوقتي. احنا في الدراما مثلا ممكن نشوف مشهد حزين، في نشوف مشهد غاسي، نشوف مشهد فيه مرارة، فيه دموع، نشوف مشهد، لكن في الحياة المشاهد الحزينة يعني الكنترول والسيطرة عليها صعبة، يعني فقد الأعزاء بالذات مثلا في باكورة الإنتاج، لما تفقد يعني الطفلة الأولى، الأمل اللي أنت منتظره، الأحلام اللي بتتكور كويس مع بداية الحمل وانتظار مولود وفرحة وبهجة وغيره، وأقدار الله سبحانه وتعالى احنا مؤمنين بها يعني، لكن المحطات دي أنا أفتكر إنه شوية قاعدة تكون صعبة.
مش هقول لك انها حاجه سهله وانها عدت عليا حاجه سهله، بالعكس يعني اكيد انا مريت بظروف صعبه، بس الحمد لله رب العالمين ربنا خرجني منها. وانا كنت دايما بسال زي ما بقول لك ربنا هو بيحبني ولا لا، بس كانت اجابته كبيره قوي بالبنط العريض ان هو بيحبني رغم قسوه الموضوع. ان هو لما فقدت بنتي خديجه، خديجة انا عارفه ان انت عايز تسال عن الموضوع ده، عارف حقيقي لما فقدت خديجه طبعا كانت هزه كبيره بالنسبه لي، وكان اول طفله ليا، و بس ربنا جاوبني بإجابة هي قاسية في لحظتها، بس لما الموضوع بقى في الباك جراوند وأنا عديته عرفت قد إيه ربنا بيحبني، لأن هي كانت هتعيش متعذبة وكانت هتعيش مش سعيدة، وأنا كنت هتألم لألمها، وكل الموضوع المحيط بيه ما كانش هيبقى أحسن حاجة يعني. فربنا هي في الجنة، هي مستنياني أنا يعني إن شاء الله. وإسمت، إسمت بتحبها قوي على فكرة، برغم إنها ما ما شفتهاش، شافت يعني ما شفتهاش في بينهم 7 سنين سبع أو سنين 8 سنين، بس هي بتحبها جدا، تتكلم عليها دايما. الكلام ده فربنا يعني هي بتتكلم من خلال كلامك انت عنها ايوه طبعا. هي بتحبها قوي قوي يعني، ودايما تسألني عليها. وانا مش عارفه مش عايزه انكد على الناس، احنا في لا عيد لا بالعكس يعني. بالعكس، احنا بنتكلم عن تجارب حياتيه يعني، ايوه يعني كل الناس فقدت اعزاء يعني، ممكن يكونوا حاسين بالالم وانت حتى بتتكلمي. يعني انا لما كنت حامل في قسمت، هي قسمت اتولدت 18/2/2009، وخديجة كان عيد ميلادها قبل التاريخ ده بأسبوع اتولدت. أنا عشان حملي وكنت خلاص قربت أولد، فكنت نسيت عيد ميلاد خديجة وما روحتش زرتها، وكنت بقى في تعب وانت الحمل متعودة وكده، دايما عندك في كل عيد ميلاد. بفتكرها وبقرا لها الفاتحة أو بروح أزورها أو كده. فأنا نمت وحلمت بيها، هي جات لي في الحلم في اليوم ده، وأنا كنت ناسية إن هو عيد ميلادها، وجات لي في الحلم بس ما جات ليش وهي بيبي، هي توفت وهي 8 شهور ونص. لما جات لي في الحلم جات لي وهي 8 سنين، يعني جات لي وهي يعني كأنما العمر ده هي عاشته. وجات لي وأنا فاكرة شكلها كويس قوي، كان عندها قصة وشعرها كاريه وكان شكلها حلو قوي زي القمر، وما اتكلمناش خالص، هي ابتسمت لي واخدتني من ايدي ورحنا حته زي بحر او شط وما فيهوش موج خالص، المياه هاديه جدا، وقعدنا نلعب مع بعض، ما اتكلمناش، قعدنا بس نلعب مع بعض. وصحيت من النوم وانا بغسل وشي افتكرت الحلم، وافتكرت ان ده عيد ميلادها، وانهارت في العياط، وحسيت انها بدعات بك لا، هي حسيت انها جاية تودعني يعني وتلعب معايا لاخر مرة. انا مش عايزة انكد على الناس لا لا أسأل. بس، وربنا بعت لي للاسمت الحمد لله، وبفتكر خديجة دايما من اسمت يعني. بس لا خلاص، طب والنبي مش عايزة ننكد على الناس، مش عارفة ايه اللي خلانا نفتح لا الموضوع ده. ما هي اللحظات بتاعت اكترار، ان الواحد بيتكلم عن الحاجة اللي ممكن يكون حاسية الحمد لله، وعن بس يعني الغيمة انا الإنسانية يعني. بس يعني انا دايما بسمع كلام ربنا واللي بيتقال، وانه هي هتبقى مستنياني في الجنة وبس، وانا ممتنة لربنا جدا وبحمده دايما، وبحمده على اسمت لأنه هو عوضني بيها وبس. افتكر انه برضو يعني فعلا ربنا بيحبك يعني، ابتلاك ومنحك الصبر وعوضك الحمد لله، يعني. لو والله انا ممتنة جدا ويعني حقيقي سعيدة جدا جدا يعني. هنرجع للسؤال اللي غادنا للتفصيلات الكثيرة دي، اللي هو الانتقال نفسه
كان كنا بنتكلم عن انه المزالة دي حصل فيها انتقال وانت بديتي عالم الفن ودخلتي عالم الفن وما رجعتي الى الاعلام. لا هل الاعلام كان محطه مثلا؟ مع انه انت خالص انت مثلا انت اصلا متخصصه سياحه دخلتي مجال الاعلام ممكن تكون في علاقه بشكل او باخر حتى لو اعلام سياحي او غيره، بعد شويه من الاعلام دخلتي عالم الفن ودخول بلا رجعه. هو ما كانش مقصود ان الاعلام او ان انا اشتغل مذيعه يبقى محطه علشان ادخل الفن، مع ان في ناس كتيره اخذوا الاعلام محطه علشان يدخلوا عالم التمثيل، بس ده ما كانش بالنسبه لي هو الوضع خالص. يعني انا كنت كل حاجه بدخل فيها كنت بديها كل حاجه من قلبي، وكنت حابه جدا جدا ال شغلة المذيعه وكنت بعملها من قلبي، وما فكرتش ان انا ممكن ادخل امثل، يعني ما كانش في حسباني ولا صراحة كنت كده انت ولا كنت بدور عليه. ما نجحتي في مزالة الاعلام دي بصراحه؟ ليه؟ بالعكس انا لا بالعكس، أنا الحمد لله انا كان بيسند لي العديد من البرامج والحمد لله اثبتت نجاح. يعني كان في كتير مذيعين ومذيعات ممكن يقعدوا بكتير ما عندهمش برامج. انا القديره سناء منصور كانت بترشحني في حاجات كتير وحاجات سياسيه وسهرات النيو يير والحاجات اللي فيها حاجات مهمه، كانت دايما بتعتبرني من الوجهات بتوع الفضائيه المصريه. فلا بالعكس يعني. طيب يعني الراحل رأفت الميمي اسم عنده وزنه وعنده عنده ثقل، وبفتكر انه عنده برضه نظره ثاقبه يعني في الاختيار وكده، لكن برغم كده الفيلم الاول ما كان محطط الانطلاق. ممكن يكون الانطلاق في العام اللي بعده، يعني انت في 2002 مع هاني رمزي في محامي خول. اولا الله يرحمه الاستاذ رأفت الميمي استاذ كبير جدا جدا جدا، وانا سعيده ان انا بدايه وقوفي قدام الكاميرا هي بالنسبه لي كانت زي مدرسه، كان قدام الكاميرا بتاعته فيلم عشان ربنا يحب. استاذ رأفت الميمي افلامه تتفهم بعد ما تتعامل ب 10 سنين 20 سنه، لانه كانت افلامه معظمها فيها فانتازيا بشكل كبير جدا. انا كاني كنت باخد وركشوب، يعني بتعلم يعني ايه اقف قدام الكاميرا ويعني ايه اخد النور بتاعي ورشه عمليه كده، واتعامل ازاي مع الصحافه وامتى اتكلم وامتى ما اتكلمش، وازاي احترم مواعيدي، وازاي اخد الـ يعني تعليمات المخرج، وان المخرج ده هو رب العمل وهو المهم وهو اللي شايف احسن من اي حد تاني. حاجات كتيره قوي اتعلمتها على ايد استاذ رأفت الميمي الله يرحمه. وشغلي في الفيلم جه بمحض الصدفه، يعني انا ما كنتش بسعى لان انا امثل، انا كنت بعمل برنامج للفضائيه المصريه وقابلته بالصدفه وهو عرض عليا التمثيل. شاف شنو يعني مختلف؟ والله ما اعرف، اساله بالله يرحمه مش عارف. يعني هو شاف ايه مش عارف. قال شنو يعني مثلا العبارات الراسخه في ذهنك؟ انا مثلا كنت بعمل له انترفيو، كان معاه السيده حرمه استاذه علا عز الدين كاتبه برضو هي، وبعمل معاه انترفيو. انا كنت عارفه شكله، انا اسمع رأفت الميمي بس انا كنت عايشه فتره كبيره بره مصر، فاعرف السيناريست والمخرج رأفت الميمي بس ما كنتش عارفه شكله. طيب فلقيت المخرجه اللي معايا سمر بتقول لي داليا اللي قاعد هناك ده الاستاذ رأفت الميمي، ده يعني مؤلف مهم جدا وسيناريست، وده عايزين نعمل معاه انترفيو، هو بيحب جدا المزادات. قلت لها اوكي خلاص. رحت عملت معاه استاذ رأفت، اتعرفت عليه وعرفته بنفسي وقلت له عايزين ممكن نعمل لقاء. قال لي قوي قوي انت اسمك ايه وتعالي اقعدي جنبي. طب عملت معاه اللقاء وخلصناه، قال لي انت مش عايزه تمثلي؟ فطبعا باغتني بالسؤال يعني. قلت له والله مع حضرتك طبعا يبقى شرف ليا يعني. قال لي طيب وراكي ايه يوم الثلاث الجاي؟ ده اللي هو بعديها باسبوع. قلت له لا ما ورايش حاجه. قال لي خلاص هنبدا يوم الثلاث الجاي. انا افتكرته بيهزر. قلت له حاجه بتتكلم جد؟ قال لي الثلاث الجايه هنصور. طب انا عايزه اقرا طيب السيناريو اي حاجه. قال لي لا انت هتيجي ويوم الثلاث الجاي ومعاكي صور. انا بحكم ان انا كنت موديل فكان بيبقى دايما معايا صور ليا يعني. فديته الصور. قال لي خلاص احنا يوم الثلاث وكذا كذا. بعديها باسبوع كنت بصور واقفه قدام الكاميرا وبصور فيلم.
مع استاذ رفعت الهمداني. يعني الصدفه متولده من رغبه قديمه ولا اصلا المساله ما كان في رغبه ولا في بالي ان انا ممكن ولا كنت بسعى اصلا ان انا امثل. يعني كان حاجه. وبعد الفيلم ده ما كانش في بالي برضو اكمل تمثيل. احتمرتها تجربه بس يعني كانت تجربه تجربه وما اظنش ناس كتير حبوا الفيلم في العرض الخاص. وانا كنت ساعتها حامل في خديجه في العرض الخاص انا فاكره كويس قوي. فكنت رايحه تاديه واجب عشان يعني انا كنت بطله من ابطال الفيلم يعني. ومشيت بقى وخلفت بنتي وعشت بقى قصه معاها وكده. وبعدين ما كانش في بالي خالص ان انا ارجع مثل لحد بقى بعد وفاه خديجه جالي فرصه تمثيل في محامي خلة وجالي فيلم تاني في نفس الوقت. وفي الاول اترفضت من محامي خلع. يعني انا بعد ما رحت وكنت خلاص حمضي معاهم قالوا لي لا يعني احنا مش هن. انا بقى ساعتها ما كنتش في حاجه فارقه معايا. ما كنتش بزعل على حاجه. ايه فيلم جه اهلا وسهلا راح اهلا وسهلا برضو. لان ما في احباط ما في كده. لا اصل كنت فقدت اغلى حاجه عندي بنتي. فاي حاجه بعد كده ملهاش قيمه يعني. وعندي احساس بالرضا وبحب التسليم وبقضاء ربنا جدا جدا. فاللي هو جه والله اهلا وسهلا مشي طب باي باي برضو مش فارق معايا. حاله بتاعت لا مبالاه. حاله خالص. انا مش زعلانه بقى ولا في بالي. رجعوا تاني بس انا كنت عايزه اساعدهم ان هم كانوا بيدوروا على مصنع يصوروا فيه مشاهد المصنع بتاعه الفيلم. طيب. فروحت معاهم عند حد اعرفه بتاع ملابس معروفه جدا يعني. وقعدتهم عرفتهم عليهم عشان عايزين يروحوا يعينوا المصنع وكده. وفي اليوم ده حسيت ان الاستاذ محمد ياسين المخرج متمسك بيا جدا يعني. شبه كان في شد وجذب ان هو عايز ان انا اللي اعمل الدور يعني. وبس وعملت الدور. بعد رجعوا كلموني تاني وطلبوني للفيلم. ما في بعد ما رجعوا كلموك ما في احتزار كده عزه نفس؟ لا 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 خالص ولا يعني لما رفضوا ما اهتميتي؟ ولما قال لك رجعي رجعتي ما بدون مبالاه؟ لا رجعت لانه ما كانش في اهانه في ال ايوه. لكن يعني ما كان يعني انه لا انت ذاتك الوضع النفسي ما كنت يعني المسائل ما كانت. انا كان بالنسبه لي شغل والشغل بيلهيني عن التفكير في اي انت عايزه تنشغلي وانا عايزه انشغل. وعايزه انا من الناس اللي بتقدس الشغل بتقدس العمل. وبشوف ان العمل والواحد انه يطور نفسه ويبقى في حالة حتى لما ما بقاش بشتغل بحاول اطور نفسي بشكل او اخر. يعني تلاقيني اخد كورسات رسم كورسات بورتريه كورسات في حاجات تانية لانه انا شايفة ان ده بيفيدني وبيصب في الاخر في الوعاء الكبير اللي هو بتاع الفن. طيب داليا عايزة تشتغل عشان تنشغل عن الاحداث. الفيلم نجح وشغلت الناس. انه فيلم محامي خلع نفسه مع يعني دي كانت التجربه الحقيقيه. طبعا دي كانت التجربه الجماهيريه بالضبط الاولى. انا كنت سعيده جدا برد الفعل وخصوصا ان الاستاذه الكبيره اسعاد يونس جات لي. هي كانت ساعتها بتنتج فيلم تاني اسمه هو في ايه باين او حاجه كده بتاع محمد فؤاد واحمد ادم. ايوه بالظبط احمد ادم. واحنا كنا انا اسفه ان انا اقول كده بس احنا كنا البطه السوداء يعني. فيلم محامي خلع ما كانش واخد الاهتمام قوي منهم كشركه عربيه قد ما كان الفيلم التاني واخد اهتمام. لكن لما الفيلمين نزلوا محامي خلع عمل حقق نجاح كبير. اولا ده كان اول فيلم للعظيم محمد ياسين مخرج العظيم بالضبط. محمد ياسين شرف ليا ان انا ابقى معاه كنت في اول فيلم ليه. وكمان كان استاذ وحيد حامد الله يرحمه هو اللي كان كاتب الفيلم. هي جات لي في العرض الخاص الاستاذه اسعد يونس وحضنتني وباركت لي وحسيت انها مبسوطه بيا. فده كان بالنسبه لي يعني اكبر دفع معنوي او اكبر رد اعتبار. أيوة يعني أيوة الحمد لله يعني بالضبط. طب وقتها كان في غرابه يعني في فكره انه الخلع نفسها
بالنسبه للمجتمع العربي كان الفكره فيها غرابه، ما بين الخلع ما بين الامس واليوم، يعني انت ما بين المشاهد اللي مثلتيها قبل قرابه 20 عام واليوم وفكره الخلع نفسها. هو اصلا لو انت بصيت في في في, في مضمون الفيلم قوي، هو اللي عايزه تخلع او الخلع انت مش محتاج تقول سبب، يعني الخلع مش محتاج تقول سبب للخلع، يعني عدم الرغبه نفسها سبب. الست بتقول لا اطيق العيشه معه، مش لازم تقول عشان ايه. في الفيلم كانت بتقول اسباب، ان هو بيشخر وانه ما بيعرفش والقصص بتاعت الفيلم اللي الناس حافظاها، بس هو اكشلي في قضيه الخلع هو انت الست مش لازم تقول اسباب، هي بس قضيه خلع انها مش قادره تكمل العيشه معاه. سبب ايه؟ مش يعني ده مش مهم. طب تشعر بانه المساله دي في بعض الاحيان ممكن يكون ما فيها برضو المنطق الكافي، يعني ما انت برضو بتدخل حياه بترتيب باحلام في طرف ثاني، الطرف الثاني نفسه داخل باحلام استقرار، ممكن يكونوا في اطفال والاطفال نفسهم يعني بيكون مصيرهم مجهول، انهم هم بيتفرقوا بين الام والاب. فنحن لو سيبنا المساله برضو انه دائما طوالي الزوج يطلق بدون سبب والمراه تطلب الخلع بدون سبب، يبقى المعادله الاسريه دي بتختلها. لا لا لا، انا دلوقتي مش بتكلم في الـ في الـ في العموم في الواقع، لا انا بتكلم ان في الواقع الخلع مش محتاج اسباب باعتبار انه، لكن في الفيلم عملوا له اسباب عشان اكتمال الحبكه الدراميه والحدوته والقصه، ده اللي كان قصدي. انما في الواقع لما بنتكلم لا، في ممكن ست ما بتطقش انها تعيش مع حد بسبب المعامله وحشه او فممكن هو ما يكونش عايز يطلق بما يرضي الله فبتلجا للخلع، هو ده اللي بنشوفه كتير. وانت بتتكلم على اطفال واستمرار الحياه، ساعات وفي بعض الاحيان استمرار الحياه وفي اطفال تضرهم اسوأ من الانفصال. بالظبط، ممكن الانفصال نفسه يكون حل. بالظبط، وبس في احيان تانية لا، استمرار الاهل لو هم بيعرفوا يتعاملوا بشكل ادمي وبشكل كويس ويقدروا يحلوا مشاكلهم عمرهم ما هيوصلوا للانفصال اصلا. الفيلم عمل ترويج لمسألة الخلع دي، وقتها ما كانت الثقافة بتاعت الخلع عالية. بالظبط، ما كان اول فيلم عن الخلع دي حقيقة. الحالات زادت بعدها؟ والله ما اعرف، بس كله قال لك يلا. طيب يا ريت اخونا المخرج عادل الياس يدينا بعض المشاهد. طيب شفنا مشاهد من محامي خلع، لكن خلينا برضو نحن في محطات مع داليا البحيري، ما بنقدر نتجاوز واحد من اهمها واجمل واعزب الافلام الكوميدية السياسية الصاخرة، السفارة في العمارة. طبعا طبعا، ده من احب الاعمال ليا مع الزعيم عادل امام، بوجه له تحيه كبيره من السودان، وشرف كبير ليا ان انا طبعا وقفت قدامه في السفاره في العماره وفي فالنتينو. السفاره في العماره فيلم من اقوى الافلام اللي قدمها الاستاذ عادل امام طبعا، برغم ان هي كانت كوميديه لحد، برضو كانت بتناقش قضية مهمة جدا، القضية الفلسطينية والسفارة في العمارة. ومن الأفلام اللي الناس بجد بتحبها قوي قوي، يعني شرف ليا أنا كنت فيه. أنا لما جالي الفيلم ده أنا كنت قابلت أستاذ عادل إمام أكتر من مرة عند أستاذ عمرو عرفة في المكتب، وأنا كنت بحضر مع أستاذ عمرو فيلم تاني خالص، والفيلم ده ما طلعش للنور. كان فيلم اسمه حنين، أنا فاكرة كويس قوي، وكان تأليف الأستاذ عزة شلبي بطولة، وكان بطولة أحمد السقا شريف منير وغادة عادل وأنا، وما طلعش للنور الفيلم ده. أنا حزينة جدا. الفيلم اكتمل يعني؟ صوروا كده؟ ما صورناهوش. يعني انتوا ما تصورش اصلا. بس كنا بنحضر للفيلم، كنت بقابل استاذ عادل امام هناك لانه هو كان بيصور ساعتها فيلم عريس من جهه امنيه. بالضبط. وقابلني اكتر من مره، وانا كنت بحس برهبه كبيره جدا جدا اما بقابل استاذ عادل امام، ودايما لما مثلا هقعد في حته هو موجود فيها دايما احب اقعد في حته هو ما يبقاش شايفني قدامه. انت عايزه تكوني انت متابعه، يعني هو بيقول ايه بس ما بقاش، لكن بدون هو ما يكون شايفك. كنت بتكسف جدا جدا، وكنت بحس تجاهه
برهبة شديدة، هو ليه كاريزما طاغية، يعني ما يقعد في اي حتة مجرد حتى لو هو ساكت ما بيتكلمش، بس مجرد ما يبص لك بتحس يعني كأنك حتى في بص. الصمت كده بيستحوذ على المكان. اه بالظبط، ولو عينك جت في عينه كأن الاسد بص لك، انت متخيل رهبة كأن انت قاعد قدام الاسد. والكاركتر الكوميدي ما بيكون عنده أثره، لا لا بس هو عنده في هيبته. ليه هيبة رهيبة، هيبة كبيرة جدا. فأنا كنت دايما بحس بالرهبة دي، لحد ما في يوم جالي مكالمة متأخر جدا، ولقيت أستاذ عمرو عرفة بيكلمني وبيدي السماعة بيقولي خدي في حد عايز يكلمك. لقيته بيدي السماعة لأستاذ عادل إمام، ولقيت أستاذ عادل بيقول لي أنت معانا في فيلم السفارة في العمارة. أنا طبعا مبقتش مصدقة نفسي ومش فاكرة رديت قلت له إيه، أكيد يعني تلعثمت وما بقتش عارفة أقول إيه. المهم جالي السيناريو، أنا فاكرة إن السيناريو وصل برضو في وقت متأخر قوي، وقعدت أقرأ فيه وصوتي كان، أنا كنت عمالة أضحك بصوت عالي، وأمي كل شوية تبقى بره باب الأوضة وتعدي كده تقول إيه اللي مسخسخة دي. بس أصبت بإحباط شوية، لأن لقيت نص الفيلم عدى والشخصية بتاعتي اللي هي داليا شوه دي ما ظهرتش، يعني عدى 61 مشهد ولسه داليا ما فيش. قلت يا عيني عليا، يعني يوم لما أطلع مع أستاذ عادل إمام أطلع دور كومبارس أو دور بسيط يا ربي. يعني كملت قراية لقيت دخولي دخول تاريخي محوري، دور محوري، لا دخول تاريخي، ان استاذ عادل امام داخل، انا دخلتي في الفيلم وهو شايلني على ظهره، بس كلها مشاهد مؤثره، كلها مشاهد قدام الزعيم ومعاه. فكان بالنسبه لي، هو لما كان بيشوفني الاول كان بيقول لي ايه ده انا ازاي هشيل كل ده، لا لا لازم تخسي، واحنا بقى في البروفات. اقول له حاضر يا استاذ. انا كان تصويري متاخر عنهم لان هما كانوا بيسافروا بيصوروا في الامارات ورجعوا بقى يصوروا، وكان تصويري انا في القاهره. بيقول لي لا لازم تخسي، خسيت 5 كيلو في اقل من شهر ونص، علشان المشهد بتاع عشان المشهد اللي هو بيشيلني فيه بتاع المسيره بتاعته. بس ف وهو كان بيتدخل في كل حاجه، حتى في اللبس اللي هلبسه كان بيبقى عايز يشوفه بيختار. دي سطوة نجم ولا لا؟ انت بتفتكري انه حرص من كان كبير لا على هو عمل الحقيقة على اسمه وعلى العمل نفسه؟ لا لا هو الأستاذ عادل بيدي لكل ذي حق حقه الحقيقة، وكل واحد بيشتغل هو معاه شغال برضه مع عمرو عرفة، مظبوط يعني اسم برضه كبير طبعا. لا هو عمره ما بيتدخل في وصاحب تفاصيل. بس هو عمره ما بيتدخل في شغل حد، عشان بس ما يعني هو كان بيتكلم في قضية التطبيع وفي القضية الفلسطينية و العلاقة مع إسرائيل عاملة إزاي، ومتمثلة في السفارة اللي في العمارة، العمارة هي الوطن العربي. ردود الفعل، لأنه بفتكر أنه برضو في حتى هو ما بنقول الإيمان بالقضية الفلسطينية قلة، لكن الحالة العربية العامة بتشعر بأنه يعني رغم ما بنشهد الآن في المسجد الأقصى ورغم ما بنشوفه من مشاهد مؤثرة، زي كأننا إحنا أدمنا مشاهدة مقتل إياد إذا كان في السفارة في العمارة، وفي 1000 إياد بيموتوا في الواقع يعني، وبنشوفهم في نشرات الأخبار وبنحضر نشرات الأخبار وبنرجع نقعد على الطاولة عشان نتناول وجباتنا، وثاني يوم مع كل وجبة بنستقبل شهيد جديد. والله بص اللي هقدر أقوله لك يا هيثم، إن أنا بكره السياسة بمنتهى الصراحة، وأنا في أوقات كتير بحس إن أنا جاهلة سياسيا حقيقي، لأن من كتر ما السياسة ملوثة ومش حقيقية، أو الحقيقة فيها دايماً ضايعة، فأنا بحب الوضوح في كل حاجة في حياتي. بس أنا عمري ما في حاجة في السياسة كانت واضحة، دايماً في وجهين للعملة، دايماً في قصتين، دايماً في حاجات من تحت لتحت ده. فأنا الحاجات دي بتوترني جداً، يعني أنا أتناقش مع حد وأسأل في حاجات في السياسة ألاقي بتوه، بخش في حاجات فبقول لا انا مش عايزه اعرف، يعني انا بجد مش بتحسي عايزه. بانه انا داري تحتفظي بباغي النغاء اللي انت حاساه. انا بكره السياسه، بكرهها بكل اللي فيها. بس في حاجات دلوقتي مثلا بتزعجني جدا، يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه دلوقتي، لما لقينا الناس كلها بتنتفض
عشان اللي بيحصل في أوكرانيا واللي بتاع، وانتوا فين الناس دي ليه مش بتنتفض لما ازدواجية معايير؟ بالظبط، ازدواجية معايير، وازدواجية معايير دي موجودة في حاجات كتير مش بس في القضية الفلسطينية يعني. فلقيت عجبني رد قوي اللاعب السكواش المصري لما كانوا بيكرموه وبيسألوه انت ايه رأيك في اللي بيحصل في أوكرانيا فرد عجبني جدا جدا. انا بس مش متذكرة اسم اللاعب، انا بعتذر جدا يعني، هو اكيد الناس كلها عارفة انا بتكلم على مين. هو ساعتها قال لهم غريبة جدا ان احنا كنا كرياضيين ممنوع نتكلم في السياسة، ازاي دلوقتي بقى عادي جدا ان انا اتكلم في السياسة؟ طب طالما بنتكلم في السياسة ليه محدش تعاطف مع الالاف اللي بيموتوا والقضية الفلسطينية؟ وساعتها الفيديو ده بقى ترند وناس كتير عملت له شير، لان ده الواقع، ده الواقع ودي الحقيقة يعني. وزي الالاف اللي كانوا بيموتوا في البوسنة والهرسك وي 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 وقضايا كتير جدا، ليه الناس ما كانتش بتلتفت لده؟ ليه فجأة بقوا بيلتفتوا كلب مكيالين يعني في قضايا معينة؟ كلب مكيالين الناس بتلتفت لها. يعني هو طرح في قالب ساخر، طرح افكار وطرح يعني المشاهد، التمدد بتاع السفاره نفسها في العماره اللي بتوريك انه التمدد الاسرائيلي، سياسه التمكين اولا ثم التمدد يمين ويسار وغيره. بالظبط، وما دخلوا توغلوا في الشقه بتاعته لدرجه يعني ان هو نفسه اتطرد بره الشقه. ما هو هنا كان بيمثل ان الشقه دي هي فلسطين، وهم دخلوا احتلوها، وهو فجاه صاحب البيت لقى نفسه بقى بره ودخل وقال لهم بره بره، في مشهد تاريخي طبعا اللي هو بيطرد كله بيطردهم كلهم بره. وفي عبء غريب فنية يعني في لما شاف ده. لما شاف اياد بيتكتل وكده مستشهد وكده، برضه شعارات مش هنسلم ومش هنبيع ومش هنوافق على التطبيع يعني بجماله. لكن هل هي شعارات بتضغط على الاعمال الدراميه والسينمائيه، ولا ممكن تكون عندها اثر في تحريك الناس على الواقع؟ الفن دايما عنده اثر لتحريك الواقع، أو الأثر ما بيبقاش مباشر أو في ساعتها، أو ممكن يكون بيلاقي حلول لقضايا معينة. الفن دوره هو إلقاء الضوء على قضايا بعينها، وإلقاء الضوء على مشاكل بعينها، أو نقوص خطر يدق يقول لك خلي بالك من الحتة دي وفي هنا كذا بيحصل. لكن مش بالضرورة إن الفن يجد حلول لهذه المشاكل او حلول لهذه القضايا. قد يطرح بعض الحلول، لكن مش بالضروره الفن بيقدم الحلول. قد يطرح الحلول بس مش بالضروره بيحل القضيه، بس هو ممكن يطرحها بشكل جديد، يطرحها بشكل فني، وممكن الطرح ده يحرك الناس. داليا البحيري تكره السياسة لتلوثها جدا، وداليا شهدي تحشق الثورية يعني فالوجه الشبه ما بين الداليتين، في وجه شبه؟ لا، ما مش حاسة ان في شبه بين داليا شهدي وداليا انا خالص، لا ممكن نبقى بعاد تماما. بس انا وطنية جدا يعني، انا لما اسمع اغنيه وطنيه بتهزني، وممكن اعيط واحب اغني اغاني وطنيه وانفعل معاها جدا. ولما يبقى في حاجه ببقى مشدوده قوي لبلدي، وببقى منحازه جدا وللوطن الاكبر اللي هو الوطن العربي انحاز، وانا ده طبيعتي زي اي انسان طبيعي بيحب بلده وعنده انتماء للبلد اللي هو عايش فيها يعني. بس بقى ان انا اتوغل ويبقى عندي يعني اتكلم في السياسه وكده بالشكل يعني بسيط ومبسط، وممكن يبقى عندي ارائي السياسيه الخاصه بيا، بس ما بحبش اتكلم فيها يعني. بتحسي بانها ما متوائمه مع الاراء العامه؟ لا، انا يعني ممكن ما أبقى انا مش ملمه كفايه بكل المعطيات اللي بتخليك تنتجي راي وجهه نظر متكامله يعني. فما بخاف ان انا اتكلم في حاجه ابقى مش معلوماتك ما كفايه يعني. بالظبط. طيب، من داليا البحيري لداليا شهدي، نستعيد ذاكره السفاره في العماره. طيب، رجعنا من جديد مع داليا البحيري في حوار عديل. مرحبتين داليا، وخلينا نزعل برضو
عن مرات بتقرا تصريحات لكن بتشعر بانه التصريحات دي ممكن تكون للاستهلاك الاعلامي. يعني قد ما تكون على زي ايه؟ يعني مثلا انا مره قريت انه بيتكلم عنه، والله يا اخي انا ممكن اقعد في البيت لكن ما بقدم تنازلات مثلا في الفن وكده. هل المسائل انا قلت ايه تاني؟ انه يعني لو انا يعني ما تقدم لي عمل انا اقتنع به وادوار ما غير وكده، ممكن انا حتى لو افضل انه اكون في البيت ممكن ما هو ده بيحصل بالفعل، هو مش بروباجندا اعلاميه. ما انا قاعده بقالي سنتين في البيت. انا عايز ازعل يعني، هل المساله دي هي مثلا برضو النصوص ضعيفه، ولا انت برضو يعني في فتره بتكثفي الوجود وفي فتره بتغيبي، الغياب نفسه بيحلق فجوه وجفوه. صح. كيف بتتعاملي مع المساله بتاعت الغياب والحضور، خاصه انه المعادله الاختيار بتكون صعبه؟ هو في الاول وفي الاخر بيبقى نصيب وبيبقى توقيت من عند ربنا. يعني أنا كان هيحصل يبقى ليا تواجد السنة دي في رمضان بجزء خامس ليوميات زوجة مفروسة، وحصل لخبطة، وبعد ما كنا هندخل ما حصلش إن احنا دخلنا، فده بيبقى اسمه ونصيب يعني. ووقت ما أعلنوا إن المسلسل هيدخل كان باقي المسلسلات بيسكنوا الأدوار وأدوار البطلات، فلو كان حد بيفكر إنه يجيب داليا هيقول لك يا جماعه بلاش داليا عشان عندها مسلسل يوميات زوجه مفروسه، فممكن ده يكون ضيع عليا فرصه ان انا اتواجد في رمضان مثلا. بقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وده بيبقى نصيب يعني، فاهم؟ نصيب هيبقى ليا تواجد في رمضان او لا، ده من عند ربنا. بس لو مش هلاقي، عمري ما هبقى متواجده في عمل وانا مش راضيه عنه. تواجد من اجل التواجد؟ لا، مش هعمل كده. ودايما كان بيبقى عندي اكتر من عمل، بس هو في الاخر بيبقى عمل واحد في السنه، عشان كان بيبقى دايما عندي عايزه وقت اقضيه مع بنتي واسرتي، لان العمل كان بياخد مني ساعتها من ما بين تحضير ومذاكره وتصوير حوالي من 5 لـ6 شهور، فانا ببقى عايزه لا يعني ببقى مشتاقه ان انا اقعد خصما على الزمن البيت والاسره وكده. بالظبط. حتى لكن انت يوم يا زوجة مفروسة ده في البداية انت مش رفضتيه؟ صح. انت عرفت منين؟ يعني التحضير كويس. ايوه حضرت كويس. يعني انت برضه رفضتيه في البداية؟ انا ورجحتي نزلتي فيه بكلياتك، يعني 5 أجزاء لدرجة لا، ما كانش مقصود انه يتعمل اصلا 4 أجزاء ولا انه هيبقى فيه خامس. انا لما اتعرض عليا يوميات زوجة مفروسة في الاول خالص كان عندي مشكلة مع، كان عجبني الفكرة قوي والاسم جدا، والموضوعات رؤوس الموضوعات كانت حلوة قوي والقماشة بتاعته واسعة، بس كان عندي شوية ملاحظات على الكتابة. فيعني بس طبعا اللي كاتباه الأستاذة الكبيرة أماني درغام، بس كان في شوية حاجات عايزة تعديل، وأنا ساعتها ما كانش في دماغي وجالي حاجة تانية، فرفضت يعني العمل. وبعديها بحوالي سنة أو سنتين كان عندي عمل في رمضان، والعمل ده توقف لسبب ما، ولقيت المنتج الفني بتاع الأستاذ أحمد نور جاي لي وقاعد معايا وبيعرض عليا مسلسل تاني خالص، وطلع لي يوميات زوجة مفروسة حطه قدامي كده. فأنا بصيت عليه وقلت له المسلسل ده تاني مرة يجي لي، المسلسل ده شكله بتاعي يعني، الأقدار إن هو يجي دلوقتي في الوقت ده في الظروف دي. قلت له بص أنا موافقة عليه هاخده، بس عندي شرط إن احنا نعمل إعادة كتابة لبعض الحلقات يعني. فارجع لأستاذ أحمد وأستاذة أماني ولو هما موافقين أنا معاكم. فقالوا طبعا هنعمل كده ونقعد ونشوف إيه اللي مطلوب وكده، وحصل. بس انا لما دخلت وصورت وخلصت اول جزء ما كانش فيه في دماغنا ان هيبقى فيه جزء تاني اصلا، فلقيتهم بيقولوا لي جزء تاني، وبعدين بعد الجزء التاني الجزء الثالث. مع ان كانوا دايما يقولوا لي ان هم مش بيكسبوا منه، ما اعرفش بعملوا 4 أجزاء ليه لما وعندهم رغبه يعملوا 5. ايوه. التطويل في الاجزاء ده مش ممكن يخلق حاله من الملل؟ يعني التغيير مش افضل من تطويل الاجزاء؟ يعني حتى الدراما المصريه في المسلسلات الكبيره اللي كان بتكون هي الناس اتعودت على انها تكون اجزاء يعني ممكن تكون من المعالم ليالي الحلميه وغيره، يعني حتى لما بدوا اعاده اجزاء جديده ما التجارب ما نجحت.
لا بس احنا ما عملناش ما انقطعناش فترة طويلة قوي زي ليالي الحلمية وعملناها تاني، وكان معظم أبطاله مش موجودين يعني. بس أنا بالنسبة ليوميات زوجة مفروسة، هو كان قريب قوي من الأسرة المصرية وربنا يعني كتب له النجاح الحمد لله. وفي قماشته واسعة، يعني انت بتتحمل بتناقش يعني مشاكل الاسره المصريه والاسره العربيه هي المشاكل اللي هي الاجتماعية فيها مساحة. بالظبط في قماشه واسعه، يعني ممكن تناقش تحديات ومشاكل اللي بتقابل الاسره اللي هي في تجدد كل يوم. يعني انت عندك دايما في تحديات جديده ودايما في مشاكل جديده ودايما في حاجات كتيره وقضايا كتيره بتقابل الاسره المصريه والعربيه، فانت عندك قماشه ممكن تقعد سنين وسنين وسنين. يعني انت ممكن تعمل على الفترة اللي عشناها في الكورونا دي جزئين لوحدها، يعني بالظبط، فاهم قصدي؟ وممكن تستفيد من تجدد الأحداث حولك. بالظبط، ما هو ده اللي كان بيحصل، عشان كده عرفنا نعمل جزء واثنين وثلاثة واربعة. قماشة يوميات زوجة مفروسة قماشة واسعة، الناس شافوا العيلة دي حبوها وكبرنا معاهم. يعني هم شافوا داليا وخالد او علي وانجي ومي وصالي، ومي وصالي كبروا ما شاء الله وهم في المسلسل، يعني دلوقتي بقوا شاب وشابة جمال يعني. فالمشاكل ابتدت تتغير، هتبتدي بقى مي يجي لها عرسان وصالي يبقى مشاكله مشاكل حد تين ايجر يعني او مراهق. فلا برضه انت في والناس التصنيف بترتبط بالشخصية، يعني لما يبقى صالي كان لسه صغير كده بالضبط. وبعدين يلاقوه في المسلسل كبر، لا الناس بتحب ده وبتتعلق بالشخصيات جدا وبيشوفوا نفسهم. برضه لكن خلينا نتكلم بصراحه، انت مثلا داليا البحيري ما مصنفه كوميديا يعني ممثله والله كوميديا. ما انا عارفه، انا مش عارفه، ما انا لو اعرف مين اللي زقني دايما اقول لهم كده. انا مش في بالي خالص ان انا كنت اعمل كوميدي، مع ان انا ليا اعمال كوميديه كتير يعني كلها كوميديا موقف، اي حد ممكن يقدم كوميدي. في فنانات كبار جد جدا عملوا كوميديا، سميحة أيوب ما فيش بقى غير بقى بالضبط، يعني بعد سميحة أيوب منتهى الجد اللي في الدنيا يوسف وهبي يا الله سلام. يرحمه، من الناس كلها تراجيديا وعملوا أكتر مشاهد كوميدي، لأن هنا الكوميديا بتعتمد على الكتابة. لو في كوميديا موقف مكتوبة كويس الفنان هيقدر يأديها بسلاسة. يعني أنا ما بعملش كوميديا إفيه، هي كوميديا مواقف يعني ممكن تكون من الأحداث ومن الكوميديا الكتابة. الموقف سهلة سهلة ان انت تقدمها لو مكتوبة كويس، ده بتعتمد على الكتابة. انا مش فرسيرة، انا بعترف بده واتخضيت لما انا حتى كنت عايزة ارفض، لان انا كنت خايفة مش عارفة الناس هتقبلني ولا لا، هنجح ولا لا، قلت يا تنتن يا تنتن، يعني هنجح يا هيبقى ده اخر ايه حاجة في مشواري يعني. بس الحمد لله وصل دلوقتي المشاهدة على جوجل ليوميات زوجة مفروسة 1,800,000 مليار و800 مليون مشاهدة، انت متخيل الرقم؟ أرقام قياسية. مليار و800 وطبعا جيل لأحمد نور المنتج ورقة أو شهادة بأن احنا تعدينا ان الرقم بتاعنا رقم كبير. طالما تعديتوا الرقم خلونا نشوف يوميها زوجي مفروض يلا ونرجع بقى. نعاود. رجعنا من جديد مع داليا البحيري، سعيدين بوجودك معنا داليا. أنا اللي سعيدة يا هيثم والله جدا إن شاء الله يكون الحوار ما مزعج بالنسبة لك يعني. خالص، بالعكس والله سعيدة جدا جدا. وبعدين لازم أقول لك إن بدلتك شيك قوي. لا خلاص بعد كده هنودي المتحف. يعني دي شهادة كاملة الجمال. حبيبي ربنا على وزن الشهادة، طالما احنا بنتكلم عن شهادة وجمال وبهاء وأناقة واختيار، برضو انت واحدة من محطاتك انه اختيارك ملكة جمال، ملكة جمال مصر. الفكرة انا بفتكر انه هي ما فكرة شكل ولا فكرة ملامح وتقاطيع وكده، ممكن يكون الناس ماخذين المزألة بشكل فيه كثير من التسطيح، لكن لما نتكلم عن ملكة جمال أو فتاة دولة، فتاة مصر أو فتاة انا السودان. عاجبني بقى السؤال، لان ما بحبش يتقال عليها ملكة جمال مصر، لان مفيش حاجة اسمها ملكة جمال، لان الجمال ده شيء نسبي جدا. ممكن حد يشوف واحدة جميلة، حد تاني ما يشوفهاش جميلة، يشوف واحدة تانية أجمل. جميلة. هي اسمها بالترجمة الصحيحة ليها مس ايجيبت، هي فتاة فتاة مصر، او مس سودان هي فتاة فتاة السودان. السودان. بمعنى ايه الفتاة فتاة مصر؟ هي الفتاة اللي تحمل الملامح
الفتاة المصرية، أو أكبر يعني نسبة من ملامح الفتاة المصرية ثقافة وشكلا وموضوعا، وتقدر تمثل الفتاة المصرية بأكبر وأقرب شكل ممكن، بس مش بالضرورة تبقى جميلة الشكل بشكل جميل. يعني مهم طبعا انها تبقى رياضية، تبقى جسمها متناسق، الحاجات دي كلها، لكن في الأساس هي الفتاة اللي تقدر تعبر عن هذا الشعب وفتيات غيمه وموروثاته وثقافته نفسها. بالضبط. لكن في تسطيح الان للفكره من عامه الناس، وحتى في السنوات الاخيره من المسابقات نفسها اخذت الجانب بتاع الملامح والتقاطيع اكثر من لا، هو جزء مهم على فكره، يعني ان يبقى الشكل البنت تبقى فيها ملامح من البلد، وملامح جميله من البلد دي. معايير الاختيار شنو يعني انت بالنسبه لك؟ بس انت الان وصلت مرحله انه ممكن تكوني عضو لجنه التحكيم، يعني انا حصل كذا مره، يعني كنت عضو لجنه التحكيم في اكتر من أيوة مره. ايوه في اختيار هي ممكن تبقى واحده شكلها او ملامحها مش احلى واحده فيهم، لكن لما بتتكلم انت بتحس بانها جمالها بيزيد، او شخصيتها بتضفي جمال على شكلها. ممكن واحدة تبقى شكلها جميل جدا جدا من بره، عينيها واسعة وشكلها مش عارفة عامل ازاي وشعرها عامل ازاي، لكن لما تيجي تتكلم بتفقد كثير جدا من الجمال ومن الجاذبية بتاعتها. وممكن حد يكون جماله بسيط وهادي وقريب للقلب، بس لما تتكلم تحس انها احلى ست. يعني فاهم قصدي يعني ايه؟ مثلا ما يعني ممكن تكون حتى في التعبير، في طريقة الكلام، في غيره، في تضيف حاجات كتيرة قوي بتدي بتضيف الشخصية هي اللي بتكمل الشكل مش العكس. في ناس كتيرة زي ما بقولك جمال جدا جدا، بس لما تتكلم بتفقد كتير من الجمال ده. ده اللي لما تقف قدام المرآة، يعني تقف قدام المراية، السنوات، ملك الجمال، العمر بيمتدها، الطبيعي، تغير الملامح، احنا بنمشي لبكرة لغيره، التعايش مع المسائل دي، النظر لها، قراياتها، البعدها النفسي غيره، الفنان بطبعه غلق بيكون داير يكون في احسن شكل طبعا. العمر عنده احكامه، شفنا يعني اسماء كبيره، شيء طبيعي انه مرت بمراحل وبادوار من فتيات الى امهات والى كده. والله انا بشوف ان كل سن ليه جماله، ومش بقول كلام كده بس، يعني انا حتى بشوف ممثلات بره ما بيلجأوش ان هم يعملوا عمليات تجميل ولا شو، بيسيبوا الطبيعة تاخد سكتها ومجراها والملامح. انا بشوف ان دول بيبقوا اقرب يعني بيبقوا شكلهم جميل اكتر. وبحس ان الناس اللي بتلجأ كتير فيلرز وللحاجات دي بشكلهم بيعجز اكتر. فاهم قصدي ايه؟ انا مش ضد عمليات التجميل مثلا، يعني دي بس في عمليات تجميل بقول تتعمل، وعمليات تجميل بقول لا. الفرق شنو بين الاثنين يعني مثلا؟ يعني مثلا ممكن حد يبقى عملية تجميل تفرق جدا معاها نفسيا، يعني الناس بيبقى عندهم مشاكل مثلا في العظمة، في مناخيرها زيادة، ممكن مسبب لها ضيق نفسي. انا بشوف ان ليه لا ما تعملهاش طالما مش هتغير كتير في ملامحها. انما عمليات التجميل اللي بتغير الشكل، بتغير الملامح، انا بتيجي ملامح ضدها. جديده يعني بتلاقي شخصيه جديده قدامك. بالضبط. انا دي بعدين على مراحل، يعني بتكون هم عمليات سلسله، كل مره بتحس بأنه انا بحس ان الناس دي ولما بيبداوا في السكه دي بيبقوا مدمنين. فاهم قصدي؟ في ادمان، بالله ادمان عمليات طبعا طبعا بشكل كبير وده اخطر جدا. من ادمان مخدرات ولا في ناس تقدر تمسك نفسها، وفي ستات بينساقوا في الموضوع ده لدرجه ان ممكن تلاقي في 5 6 سنين بقت واحده تانية مش هي، وبالعكس بحس ان بيبقى شكلها مش حلو. وانا مع ان ممكن الست تعمل شويه رتوش زي بوتوكس، حاجات بسيطه زي ما تقول ايه، تعيد او شويه ترجع اللي ما افسده الزمن. فاهم؟ حاجات بسيطه من غير ما تغير خلقه ربنا، يعني فاهم قصدي الاساس. انما بقى اللي بتكبر شفايفها وتعمل معرفش ايه وتعمل خدود وتعمل، انا مش مع الحاجات دي خالص، لان
صراحة أنا شفت ستات كتيرة جدا منهم نجمات حلوين قوي 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 وبوظوا نفسهم. أنا كنت بشوف مآيات من الجمال وبشوف إن ده ضرهم ما فاتهمش يعني. يعني انت ممكن في يوم من الايام تفكري في مزاله انك تعملي عمليه حتى لو أنا حتى لو ممكن، حتى لو بس طول ما هي حاجه زي ما بيقولوا ساتل ساتل، حاجه ما تبانش وحاجه ما لمسه تغيرش، ما تغيرش في الناس شايفاني ازاي. تمام. انا ما بقولش ان انا ما بعملش اي حاجه، انا بعمل مثلا، ممكن اعمل بوتوكس هنا مثلا لما يظهر لاينز، انما ما اعملش الحاجات ممكن تغير ملامحي، فاهم قصدي ايه؟ ما اكبرش شفايفي، ما اعملش تشيك بونز عامله ازاي واعمل هنا، لا ما بقدرش اعمل الحاجات دي. تحتفظ بملامحك؟ احتفظ بملامحي جدا. مره حصل خطأ يعني، وفي واحده عملت لي، انا بعمل رتوش بسيطه جدا، فواحده اول مره اتعامل معاها عملت لي خدود كبيره قوي، بقيت ابص في المرايه اقول لهم مين دي، واتضايقت منها. قلت لها انت مين قالك ان تغيري لي ملامحي؟ مين قالك ان انا متضايقه من شكلي؟ يعني الناس حباني كده وعرفوني كده وانا حابه شكلي، فارجوكي غيرتي لي شكلي. لكن في هوس بتاع عمليات التجميل يعني، وملاحظ حتى في السوشيال ميديا والمجموعات المهتمه بالمسائل بتاعت التجميل واقبال على العمليات وعيادات التجميل، وهي اصبحت الاعلى مبيع ورغبه وكل يعني. والله انا سعيده انه في تقدم في الحته دي، انه الستات تهتم بنضارة بشرتها. في دلوقتي ماشينز كتيرة طالعة، أجهزة لأن هي تحسن البشرة وتحفز الكولاجين في البشرة، اللي هي كل ما هو طبيعي في أن الست تهتم ببشرتها، وأنها تأخر عملية العجز يعني، أو عملية أنها تكبر في السن وتحافظ على بشرتها أكبر قدر ممكن من الوقت. أنا شايفة أن دي حاجة مشروعة جدا يعني، تحافظ على بشرتها، تستعمل كريمات، تهتم بانها تاخد فيتامينات لوشها، الحاجات دي كلها حاجات كويسه. المزاله وطبيعية. دي لما نضغطها على الفنانات تحديدا يعني، بحس بانه هم يعني كل ما في تناسب طردي، كل ما العمر زاد كل ما الغلق من في مزاله التجميل دي زادت يعني. لا هو مش لازم لا خالص، بالعكس، في ممثلات قادرات كبار و بيحبوا تجاعيدهم جدا جدا، يعني دي جزء من يعني بالعكس. من ان عندك الفنانه القديره سوسن بدر بتطلع قمر، بس طالعه بالسايبه، عاوزه تعيش كل سن وكل مرحله في وكل الحياه، وكل سن ليه جماله فعلا يعني. كل سن ليه جماله، وكل سن ليه الشارم والسحر بتاعه. ف انا 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 مش مع ان ما يبقاش في عمليات تجميل خالص. بقول لك في عمليات تجميل بتبقى ضروريه وما بتغيرش في الشكل كتير يعني. الجمال قاعد يكون معيار في الساحه الفنيه كتير في لا الموهبه اكتر طبعا. الجمال ممكن يضيف كتير قوي، خصوصا لو الست هتلعب او الفنانه دي هتلعب دور الفيديت، بيبقى مطلوب ان يبقى ليها ملامح السندريلا، فيها ملامح جميله. وتاني ارجع اقول لك الجمال نسبي، انت ممكن تشوف واحدة جمالها مش صارخ ولكنها فاتنة جدا وجميلة جدا على الشاشة والكاميرا بتحبها، وقد ترى واحدة تانية فنانة تانية شديدة الجمال لكن بلا موهبة. واحنا بنشوف منهم كتير حتى اللي ما عندهم موهبة، لان برضو تشوف انهم كلهم اتجهوا انهم عاوزين يكونوا موديل وكده، وكأنما الموديل نفسها برضو ان يعني هي مهنة بلا مغاييس، بلا مغاييس. لا الموديلنج، ان انت تبقى موديل حلوه، ده مهم. بس مش بالضروره الموديل الحلوه دي تبقى فنانه وممثله، ده قصه تانية خالص يعني. ما هي دايما قاعده تكون عتبه كده، بتبدا موديل يا بتبقى اعلاميه يا بتبقى بعد شويه ماشي ممكن تبقى عتبه. ليه لا ما تبقاش حلوه عندها وموهوبه؟ انا بتكلم تفتح نافذه في البدايه يعني. ليه لا؟ بالعكس، انا كنت موديل في اول حياتي، كنت موديل وكنت يعني بصور حاجات كتيره. مش معنى ان انا ابقى موديل، وفي ممثلات بداوا تمثيل وبعدين بيعملوا اعلانات وبيعملوا موديلنج، ده ما بينفيش ده. بس ممكن تبقى ممثله وحلوه وموهوبه
بس ممكن تبقى واحده موديل وحلوه بس مش موهوبه فما ينفعش تمثل. التغير برضه والتطور التكنولوجي الان برضه بنلاحظ انه كله داري ينزل صوت، كله داري يعمل تجسيد، كله داري يحاول يكون في المواقع، في التيك توك، في غيره، في كده برضه في هوس في المسائل دي. هل دي ممكن تكون فتوحات لكشف عن المواهب بشكل او باخر؟ طبعا. ولا هي ممكن تكون حولت الناس كلهم لمنتجين بقوا ما في متلقين، يعني كله عاوز يقدم محتوى، طيب اللي بتلغي المحتوى منه؟ ما احنا داخلين على فتره اللي هي كل واحد هيبقى مشهور لمده نص ساعه. نص ساعة. في ناس انت ما حضرتش ده، في مشاهير طلعوا بقوا ترند لمدة يوم واختفوا، ما قدروا يحافظوا على المزالات. لا اصل هو طلع ترند وانتهى مع الترند، ما فيش موهبة. سريع الذوبان كده. وفي ناس ابتدوا يظهروا على الشاشة وبيمثلوا بالفعل بسبب ان هم كانوا مشاهير على التيك توك بالضبط. او مشاهير على واتيفر. فاحنا حبينا او ما حبيناش ان السوشيال ميديا قدمت ناس كتيرة جدا للساحة الفنية، وبقى ده مكان لناس كتيرة قوي يطلعوا طاقات فنية. وممكن في ناس، يعني في واحدة أنا عارفة اسمها هالة رشدي، هالة دي صوت عظيم عظيم، وبتمثل دلوقتي مع أكرم حسني. البنت دي أنا معجبة بيها جدا جدا جدا. بدايتها كانت في تيك توك. أيوة، بتعمل تيك توكس وبتعمل وبتغني وصوتها هايل. يعني انت ممكن تطلع مواهب عظيمه من مواقع التواصل الاجتماعي. طلعت كثير من الاضغاطات النفسيه اللي احنا بنعيشها، يعني لما بقى كل شخص عنده منبر، النظره الان اللي بتحسي بها في كثير من الظواهر، التنمر في التعليقات، في غيره. قرايتك لمواقع التواصل الاجتماعي شكلها كيف؟ والله هي نقمه ونعمه في نفس الوقت، هي سلاح ذو حدين ولازم نبقى حريصين جدا في التعامل معاه. هو طبعا كسر حاجز كبير جدا مع، يعني بقى فيه تنمر بشكل كبير قوي، وخصوصا على الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، لان اي حد ممكن يتطاول عليك وهو قاعد على كيبورد انت مش شايفه، وممكن يقابلك في الشارع يجري عايز يتصور معاك بس هو قاعد في الكيبورد بيطلع طاقته السلبيه او اضغاطه النفسي، مشاكله النفسيه او على فنان او مشهور، وفي اغلب الاحيان بتبقى بدون وجه حق. انت اكتر تواجد لك في مواقع التواصل الاجتماعي في موقع دايما؟ سوري، انت متواجده وين اكتر؟ تويتر، فيسبوك، انستغرام؟ لا انا ما عنديش تويتر خالص، عندي فيسبوك بس حاجه برايفت، يعني ليها اصدقائي اللي انا اعرفهم شخصيا وزمايلي وبعض الصحفيين اللي اعرفهم شخصيا. متواجدة بشكل كبير على الانستجرام مع يعني عندي 1,700,000 تقريبا على الانستجرام، بس كل ده بشكل شخصي، يعني بشكل بدير الصفحات بتاعتي بشكل شخصي، لكن هيبقى في تعاون مع جهة تمسك لي الموضوع ده بشكل بروفيشنال. يعني لان احنا حبينا او ابينا دلوقتي بيتقاس النجومية مش النجومية الفنية ولكن النجومية الجماهيرية من ال، مع انه في اسماء برضو كبيرة ما مهتمة بال خالص، يعني بتلقى انه في اسماء بس دول كانوا خلاص بقى احنا يعني، ما هو انا نفس الحاجة، انا بنيت الحمد لله اسمي وكل حاجة قبل ما يجي السوشيال ميديا. وفي فنانين كبار ما بيحبوش طبعا خالص السوشيال ميديا. تجربتك مثلا في انت 1,700,000 1,800,000 في الانستغرام، عدد كبير، بيكون انت برضو تولد لك انطباع وتجربه من التفاعل اللحظي، هل لاي مدى الزول ممكن يحك يعني يقدر يحكم على تعامله في منبر مفتوح؟ والله انا ببقى حريصه ان في حاجات بقدر احطها على السوشيال ميديا وفي حاجات بخليها ليا، في حاجات شخصيه بتفضل عندي، ومن ان لاخر بحط حاجات شخصيه واشارك الناس فيها، لانه بيحبوا يشوفوني في حياتي طبيعيه، ممكن ساعات مع بنتي، ممكن ساعات مؤخرا اطلع في تيك توك انا وجوزي نعمل حاجات دمها خفيفه، بلاقي التفاعل مع الناس لذيذ وبيتبسطوا بيه جدا. يعني الناس بتحب الفنان، بتحبه بتقدره بتحترمه. بتكلم عن الناس السويه، الناس اللي متوازنة نفسيا، المتوازنة نفسيا، دول كتير قوي قوي. الناس المريضة او اللي عندها مشاكل نفسية وبيعملوا الاسقاطات ده عن طريق السوشيال ميديا، دول
يعني جزء ما نظلمش الباقي بسببهم. فأقدر أقول لك إنه الناس دي بتحب الفنان بجد وبتقدر الفن بتتابعهم، وإحنا ده جمهورنا، ده جزء كبير من جمهورنا. فأنا ببقى سعيدة إن أنا أبقى متواصلة معاهم. وأنا عشان ما بقاش يعني أكون صريحة معاك، أنا بطلع لهم لما بقى أنا عايزة، لما بقى أنا حابة، لما بقى أنا بتختاري في التوقيت. مود كويس عشان أطلع لهم. وكنت متواجدة بشكل كبير جدا أيام الكورونا، طلعت عملت معاهم كنافة وطلعت طبخت، كنت بطلع لهم بشعري مبلول وبطلع بطبيعية بشكل طبيعي جدا، لأن كلنا كنا قاعدين في البيت، ومعظم الناس سواء فنانين أو غيرهم لجأوا للسوشيال ميديا في الوقت ده، وكان ده منبر لأن احنا كلنا نقف جنب بعض ونتكاتف ونحس ببعض فلا كان بشوف انه كان في الوقت ده مهم جدا يعني. طيب تعالى ما اتكلمنا عن تقبل الاراء اذا كانت سالبه او ايجابيه، المساله دي برضه ممكن تقودنا للنقد. هل انت بطبيعتك، احنا تكلمت عن اضغاطات نفسيه ودي دي دي ما ممكن تكون مدرجه تحت طائله النقد، لكن انت بطبيعه شخصيتك حساسيتك عاليه في تقبل النقد؟ بص بصراحة النقد، انا هقول لك بصراحه، النقد ليه اساسيات يعني، ومش اي حد ينقدك يعني. ممكن حد ينقدك بشكل غير فني وغير مش بروفيشنال، بس يكون النقد بتاعه فيه احترام وفيه وحد مهذب، فانت هتتقبل النقد ده. بالعكس ممكن ارد عليه طول ما هو مش بيعدي الخط الاحمر بتاع الادب والاحترام والذوق والمفروض اللي يتقال، على عيني وراسي وتقبله جدا جدا. ونفس الحاجه مع الناقد، لو ناقد فني وقال لي نقد معين هيفيدني وهيساعدني، بالعكس هتقبله، ده هو علشان ينور لي، لا انت هنا كنت شاطره برافو، هنا مش حلو يا داليا، هنا مش حلو ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا. يكلمني علميا، يكلمني علميا وانا هتقبل النقد. انما اللي بيطلع يقول ده فلان دمه ثقيل، او ده ما ناخد متخصص يعني، لو جمهور او غيره، ما انا بقول لو جمهور ومش متخصص ويعني قال لي يعني نقد معين. انت تركيبتك العصبيه والنفسيه ذاتها، ما احنا مرات برضو بيكون تركيبتنا العصبيه والنفسيه ضد تقبل النقد، حتى لو شخص علق لك مثلا على اللبس انت لابسه، عليه اطلاله، على كلمه انت طول ما هو، ما انا قلت لحضرتك في الاول، طول ما هو بيكلمني بشكل مهذب، بشكل في حدود اللياقه والذوق، وان هو ما تعداش الخطوط الحمراء، على عيني وراسي هتقبل النقد ده. وانا مش هعجب الناس، كل الناس طول الوقت، فاهم قصدي؟ طبيعي، انا هو البني ادمين كده، وانا ممكن ابقى عند حد نمره واحد ممثلته المفضله، وعند حد تاني يقول لك يا ساتر ما بطقهاش، طبيعي احنا بني ادمين يعني، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. ما فيش حد هتلاقي الناس كلها يعني بتجمع عليه وعلى حبه، ما فيش غير النبي عليه الصلاة والسلام بقى يعني، حتى النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما اجمعتش عليه، فيعني يعني الناس شركت بالله سبحانه وتعالى بالظبط. فانت يعني الكمال لله وحده، وانت عمرك ما هتطلع تبقى الناس كلها عاجب الناس كلها وبتعمل كل حاجة صح طول الوقت. احنا بني ادمين والبني ادمين خطائين، بس الصح بقى ان انا لما اغلط في حاجة اطلع اقول انا غلط، معلش حقكم عليا وسامحوني. والناس برضو لازم تلتمس للفنان، الفنان مش إله، الفنان مش نبي، الفنان إنسان زيه زيك، ممكن يغلط وممكن يخفق، وممكن زي ما احنا بنشوف ده مع اللاعب العظيم صلاح، مو صلاح، محمد صلاح، يجي يلعب ويجيب أجوان نشيله فوق راسنا، ويوم لما الراجل يعني، هو طبيعي على فكرة، هو بني آدم، هو مش هيفضل طول الوقت في أحسن أحواله، عادي ممكن في ماتش ما يبقاش في الفورمة، ليه نهاجم الراجل ونعمل فيه كده؟ هل احنا بنجيد ثقافة الاحتذار؟ ثقافة؟ الاحتذار؟ لا، احنا بنجيد ثقافة الاعتذار؟ لا طبعا. التصالح مع النفس؟
احنا انت بتتكلم على بشكل عام. ايوه بشكل عام يعني في هذه الغسيل على مين؟ بشكل عام يعني احنا بشكل تحس حاسه انه انت بتتكلم وانت على كوطن عربي لا يعني بشكل عام وانت على المستوى الخاص يعني انا علي أنا؟ يعني مثلا في النهايه احنا برضو عندنا مشاكل على في على مستوى ثقافه الاعتذار، التصالح مع النفس، الاعتراف بالخطا، يعني في تفاصيل. ما انت كلامك موحي لتفاصيل كثيره. انا بحب ما بحبش اغلط عشان انا ما بحبش اعتذر. اعتذار اه بيبقى بس لما اغلط واعرف ان انا غلطت تضغط على نفسك. لا لازم اعتذر. بعتذر وببقى اللي هو انا غلطت ليه؟ ليه احط نفسي في موقف ان انا اعتذر؟ فدايما ببقى حريصه من وانا صغيره ان انا ما اعملش حاجه غلط على قد ما اقدر. ما اعملش حاجه غلط عشان ما اضطرش اقول انا اسفه. يعني في مواقف اضطريت اقول اسفه الناس ما تستاهلش ان انا اقول لها اسفه. بس عشان التصرف كان خني تعبيري وخني الطريقه اللي اتكلمت بيها، مع ان انا عندي حق في كل كلمه قلتها، لكن الطريقه بس كانت الطريقه غلط وما يصحش، وانت تخلي بالك لان انت فنان وفي حاجات تتقال وفي حاجات لا، وفي حاجات تتقال في حتت معينه وحاجات لا. فانا خني التعبير واضطريت اعتذر لحد ما يستاهلش الاعتذار ده. اضطريت اعتذر لحد رايي فيه في مكانه وفي محله، بس اضطريت اعتذر علشان عشان حاجات تانية كتير لازم احترمها. الندم ماله؟ ما هو كلام ذاته ممكن يولد ندم. انت لاي مدى مثلا؟ بس خلي بالك انا ما بندمش على حاجه. الندم اللي هو لا، كل حاجه عملتها حتى لو غلطت بتعلم منها فما بندمش. وبتحاولي بقدر الامكان تستفيدي من التجارب؟ طبعا طبعا، ما فيش حاجه ندمت عليها. حتى لو عمل ما نجحش بس هو كان في محطه مهمه في مسيرتي عشان اقول مش هعمل كده تاني. انت هتتعلم ازاي لو ما غلطتش؟ دايما بشوف الغلط هو مجال للجروث، للنمو. مش هتكبر غير لما تغلط. الجراه مش هتتعلم. لاي مدى شخصيتك انت ممكن تكون جريئه مثلا؟ لا الحمد لله انا جريئه عامه في اختياراتي وفي شغلي. بس الجراه بمعنى ايه؟ لان الجراه بتتفسر بمشاهد. لا يعني انا لا يعني انا احب ابقى جريئه في الموضوعات اللي بتطرحها، مش بالضروره خالص في طريقه الاطلاله. مش في شكلي، مش في جرأتي، في لبسي، مش في لا في مشاهد. في مشاهد قدمتيها انت شعرتي وممكن اقدم مشاهد انت قدمتيها شعرتي بانه والله لو الزمن رجع ممكن ما تقدميها؟ لا كانت مشاهد مهمه في وقتها، جزء من الصياغه من الصياغه الفني طبعا. يعني انا في بالي مثلا دائما مشهد بيكون انت تكلمتي عنه كثير، لكن مثلا مشهد النزول للبحر في محامي خلع. لا ده مهم، ده اساسي. نزول النيل ده قفله الفيلم. ده من غير المشهد ده الفيلم ما يكتملش. لا طبعا مش ندمان عليه خالص. كل ما اسير عن من تفاصيل مصاحبه حقيقي يعني بمعنى انه التجمع اهل الغريه ووقتها، وانه دي كان يعني ثلاث ارباع الناس اللي كانوا موجودين على الشاشه هم اهل القريه الفعليه اللي صورنا فيها فعلا. وفعلا كانوا والباقي 300 مثلا كان في معلومه انهم مترغبين مشهد محدد. كانوا بيقولوا لهم ان انا هلبس مايو فعلا في المشهد ده، وهم منتظرين مشهد يعني بس مستنيين مشهد المايو. طيب بقى طالما وقفنا وقفات قصيره مع بعض الاسئله، خلينا نرجع مع شخص. وقبل ما نختم مع داليا البحيري، واصلين مع داليا البحيري وسعيدين ان احنا بحوارنا معاك. والله انا اسعد معانا وبوجودك معانا في السودان. انا اسعد والله. ونحن في الختام كده برضو في بعض الاسماء والشخص ممكن يكون بعضهم انت عملتي معاهم وبعضهم قد ما يكون جماعتك بهم اعمال، لكن خلينا نعلق على بعض الاسماء. ضروري نسمع حتى ولو في اجابات تلغرافيه نسمع وجهات نظرك يعني. خلينا نبدا بهاني رمزي. هاني رمزي ده اخويا وصديقي ومن انقى الناس اللي ممكن تشتغل معاهم في الوسط الفني. بيحب زمايله جدا، بيحب شغله قوي، عنده انكار ذات، بيبقى عايز كل واحد مرتاح معاه، بيرفع اللي معاه، يعني كل اللي معاه بيكبرهم، بيبقى فرحان بيهم بنجاحهم. من عيلة طيبة جدا، من بيت كرم، بيت أصول، وأنا بتجمعني بيه يمكن بعد محامي خلع. من الناس اللي أنا طلعت بيهم، من الصداقات اللي أنا طلعت بيها من الوسط الفني
هاني رمزي ومراته يعني علاقة أصدقائي أنا بتبدأ من وجوزي. علاقة فنية لعلاقة أسرية. بالظبط. طب خالد سرحان ده حبيب قلبي، خالد سرحان ده بحس إن هو أخويا وصديقي وابني في حقيقي دويتو كده بيجي بينكم؟ من أطيب الناس اللي ممكن تقابلها. شخصية جميلة جدا، طيب قوي، محترم، من بيت أصول جدا، متربي صح. أنا بتركزي بحب دايما على بيت اصول ومتربي صح، لأن ده اللي يعني بيفرق في المسألة دي في المعاملات. المعاملات هي اللي طبعا طبعا ده اللي بيفرق في انا بحصل لك المعاملة. انت دايما بتركز على النقطة طبعا دي. أنا بحب خالد قوي وبستمتع بالشغل معاه جدا. إحنا عشرة اشتغلنا قبل يوميات زوجة مفروسة، اشتغلنا أفلام كتيرة مع بعض، عملنا السفارة في العمارة، خالد كان معايا، عملنا حريم كريم، خالد كان طالع جوزي، عملنا كان يوم حبك، خالد كان معايا في الفيلم برضو. فالعلاقة اللي بيني وبين خالد علاقة طويلة جدا، الأول بدأت بزمالة وبعدين بقينا صحاب، وهو قريب من قلبي جدا، وهو عارف هو ايه بالنسبة لي يعني، وأنا عارفة غلاوتي عنده. مصطفى قمر، مصطفى قمر مصطفى قمر هو قمر، من الناس الجميلة جدا المحبوبة في الوسط، مطرب ذكي، أغانيه الناس كلها بتغنيها، عملنا مع بعض فيلم حلو قوي اللي هو حريم كريم. حريم كريم، والناس دايما بتحبني في الفيلم ده، فأنا بحب الفيلم ده جدا وبحب مصطفى قوي على المستوى الإنساني، جميل يعني جميل، ودايما يحب يطمن برضو على الناس اللي معاه ويتأكد ان كل حاجة كويسة. وانا من حبي في مصطفى لما طلبني في اجي اعمل معاه حلقة في فارس بلا جواز، رحت له وكنت سعيدة ان انا عملت معاه الحلقة دي جدا. خالد سليم خالد سليم احنا في بينا عشرة جميلة، عملنا مع بعض أفلام عايشة في وجدان الناس لحد دلوقتي، احنا عملنا دويتو رومانسي الناس بتفتكره دايما في كان يوم حبك وفي فيلم سنة أولى نصب. فخالد صديقي وبيفكرني بأيام حلوة قوي في بدايتي وبحبه جدا جدا. عامر منيب الله يرحمه، ألف رحمة ونور. طبعا هو ما يغلاش على ربنا، هو مات مش عايزه اقول بدري لانه كل واحد كل هذه ربنا الكتب بيختاره في الوقت المناسب، بس هو كان من الناس الشخصيات الجميله جدا جدا. لسه قريب مقابله بناته، انا فاكره لما صورنا مع بعض كانوا بناته صغيرين جدا، فانا قابلتهم كبار وتصورنا مع بعض، وحسيت ان انا يعني حسيت ان عامر فخور بيهم لان هما بنات تفرح الحقيقه، بحبهم قوي قوي ويا رب يبقوا دايما بيدعوا لباباهم ويبقوا احسن الناس عشان هما شايلين اسمه يعني. سيد حامد ده جميل. طب كان مفترض انت تكون في عمل يجمعك مع كان سيد معاه للاسف. حاجه بس ما حصلش نصيب، بس كان خارج ايدي يعني، كنت اتمنى اشتغل معاه. هو شخصية جميلة 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 جميلة، ويعني المرات اللي قابلته فيها انا بحبه على المستوى الانساني جدا، كنت اتمنى ان انا اشتغل معاه، ويا رب يبقى فيه لسه فرصة ان انا اعمل حاجة معاه. رامز جلال يا اختي. والله انا بحب رامز يعني، انا بحب الممثل رامز. ولا رامز المجالي؟ انا ما اشتغلتش مع رامز خالص في لا التمثيل، لكن طلعتي انا فيه اشتغلت مع ياسر جلال، ما ايوه، اشتغلتش مع رامز لكن جلال طلعتي مع رامز في رامز مره واحده، غير ما البحر. جابنيش تاني غالبا، صعبت عليه. جابني مره واحده، وبصراحه المره اللي جابني فيها كان في رامز قرش البحر، انا والله ما كنت اعرف انه مقلب خالص، ده انا بالعكس طول الوقت كنت عماله اسالهم على حاجات بفضحهم التصوير كده فين التصوير، لدرجه ان هم كانوا بيعملوا مونتاج اقول لهم ايه ده اللي هناك ده، وتطلع كاميرات واقول لهم الكاميرا دي بتصور تحت الميه ليه بتصوروا بيها يعني، كنت بسال اسئله لو انا عارفه انه مقلب يعني مش هبقى بسال الاسئله دي ابوظ لهم الحلقه يعني. بس رامز في حاجات مثلا كانت بتعجبني وفي حاجات تانية ما كانتش بتعجبني من شغله يعني،
الكلام اللي بيتقال عنه انه بس هو ناجح. معظم بص الناس بتشوفه وهو ناجح ومشاهدة عالية معظم النجوم بيكون ربنا يهديه. معظم النجوم بيكون عارفين المجال. والله ما اعرف. انا بالنسبة لي بقى احكي لك عن تجربتي الشخصية. لما رحت الرامز في رامز قرش البحر انا كنتش اعرف يعني كنت مركبة رموش. ما فيش واحدة هتغرق في المية مركبة رموش وتلبسة بنطلون ابيض وهما بيصوروا في المية تحت. لا انا ما كنتش اعرف خالص. مع هاني رمزي في الادغال كنت عارفة؟ لا انا هقول لك بقى اللي حصل. انا مش مفروض اقول الكلام ده يا جماعه. لا بالعكس يعني احنا في العيد. لا انا في العيد بقى ونفضح يعني الناس يعني بقى. لا انا هقول لك. انا ما عرفتش ان هاني رمزي مقلب غير بعد ما سافرت ورحت هناك جنوب افريقيا. جنوب افريقيا وقعدت اقول لهم ليه بتقولوا لي ليه هما ما قالوليش المقلب كله. الحقيقه هما بيضطروا يقولوا على جزء منه لان الموضوع بيتعلق بالاسد. فانت لازم ما ينفعش تنزل من العربيه في وقت معين لحد ما الاسد يختفي او بيعدي عربيه معينه. ده معناه ان الاسد اتحبس فممكن تنزل. لكن في جزء كبير قوي من الحلقه مش معروف. يعني انت بيحصل لك حاجات تانية كتير تربيت ما كانتش معروفه. يعني انت بعد ما وصلتي عرفتي انه هتصوري كاميرا خفية. حاجه جزء فيها كاميرا خفيه لكن في جزء من التفاصيل ما قالوش. هم عاوزين يشوفوا دهشتك ردة فعلك. طبعا. وحسن انا عيطت بجد في الحلقه دي. طالما القصه انه كاميرا خفيه ودهشه خليني انا برضو احاول. انت هتعمل لي كاميرا خفيه ولا والنبي؟ حاجه بسيطه كده يعني برضو. لا 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 بص انا ما بحبش الحاجات دي. بتعمل ايه يا هيثم؟ لا الله ده جونجولين. الله وده ايه ده؟ تمر هندي. انتوا بتسموه ده عرديب. عرديب بس هو تمر هندي. الحاجات اللي انت يعني الله ده دوم معروف ده عن والنبأ. الله شايف انت الله دايما الله كان نفسي فيه قوي. يعني شايف انت بتتكلمي دايما من ما جيت المطار على انه وصلت يعني حلو جدا. تسلمي يا رب. في شنو من الفن السوداني في بالك يعني من اغنيات من دراما من شنو من غير من بعدين شايفك بترددي دايما انت بعض الحاجات. انا بحب اغنيه كده سوداني بحبها قوي سمعتها اول مره وانا في اسوان. بحبها قوي. عايزني اغني لك ولا ايه؟ لا تغني بعد ما اعرف جذبك للاغنيه شنو. مثلا سمعتي شنو انت فيه؟ ايه اللي جذبني الاغنيه؟ ايقاعها مزكتها انها بترقص فرحيه جدا. هغني لك بقى. طيب مسمع. يلا جاهز؟ نسمع. انا بعتذر للمشاهدين من على الصوت بس انا بقالي دلوقتي 5 ايام من قبل ما اجي هنا وانا بغني الاغنيه دي. حفظت الاغنيه. الليله بالليل الليله نمشي شارع النيل انا وانت سوا قهوة بمزاج الليلة انت السكر وابقى ليك دواء. اسفة. لا بالعكس يعني سعدنا بيك وسعدنا بزيارتك للسودان وان شاء الله تكون الاذينة ما كانت مزعجة ما كانت خالص يا هيثم. اولا عايزة اشكرك انت شخصيا على كل حاجة وعلى ان انت يعني وضبت الرحلة دي من اولها لاخرها في احسن شكل. فأنا بشكرك بشكر كل القائمين على العمل ده وعلى السهرة دي من المصورين والمعدين والناس اللي قابلتهم كلهم الجمال ناس السودان الجمال. بشكر دكتور أشرف كاردينالي وكل الشخصيات الجميلة اللي أنا قابلتها هنا من فنانين كبار و مرسي للناس اللي لبسوني التوب السوداني وعملوا لي ميك اب. بشكرهم شكر كبير. انا سعيده جدا والزياره دي هتفضل في وجداني. حقيقي بشكرك يا هيثم لان انا استمتعت. هم اي نعم يومين وكان نفسي اقعد اكتر من كده. رمضان بالنسبه لي يعني وقت مقدس ما بقدرش اسيب اهلي وبيتي وبنتي وجوزي لكن ما قدرتش اتاخر يعني ان انا ابقى برضو في وسط اهلي هنا في السودان. بشكركم شكرا جزيلا. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وعلى قلوبكم. بشكر قناه البلد على الاستضافه الجميله دي.
بشكر أستاذ عادل المخرج وكل القائمين على تسجيل الحلقة، بحبكم شديد شديد، ويا رب أشوفكم تاني قريب. بحب أهل السودان جدا، ويا رب أكون دايما في قلوبكم. أنا عارفة إن أنتوا بتحبوني، وأنا ده شايلاه فوق راسي، وبحبكم يا رب دايما أشوف السودان في أحسن حال، وانتوا بجد بلدي التاني. شكرا جزيلا على كل حاجة. جميل انك معنا في البلد، البلد السودان والبلد الغنا، وعلى ضفاف النيل طبعا بيجمع بين السودان ومصر. وجميل انك انت يعني في لوك سوداني كامل، بعزيز الثقافه السودانيه سعيدة ومحبتك. بدا جدا والله. يا ريت ما تكون في هزيله مهمه سقطت من الذاكره، وكان في بعض خالص الهزيله في بالك احنا ما طرحنا عليك. خالص خالص بجد، انتوا عملتوا كل حاجه في احسن شكل، وانا عارفه ان كل واحد عمل اللي عليه وزياده علشان احس ان انا في بيتي وفي وسط اهلي، وده اللي انا حسيته بجد. بشكركم من كل قلبي وممتنه ليكم جدا، واكيد هرجع تاني، طبعا والمره الجايه يبقى معايا بنتي. يا سلام، ومتشكره على كل حاجه. كل سنه وانت طيبه، انت ويا ريت طيب يا تعادل عيسى. يدينا امشي شارع عني. الله بالظبط. يخليك. ميرسي جدا. كانت هذه هي سهرتنا مع الممثلة المصرية داليا البحيري بلوك سوداني. سعداء بالإطلالة مع داليا في حوار مختلف، نأمل أنه يكون نال رضاكم. السلام عليكم.